طيب قبل ما نخش لايف يا شباب، بس بتمنى انه اي واحد يعمل ميوت لنفسه، وبعدين حنفتح المداخلات يعني مندي الناس فرصة ان شاء الله. تمام، بس اتأكد انه نحن لايف ناو. اوكي نحن لايف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختامه مسك، ونحن بنختتم العام 2020 بكل ما يعني بكل نجاحاته بكل إخفاقاته بكل المآسي اللي حصلت على المستوى على مستوى بلدنا في السودان، على المستوى العالمي بجائحة كورونا. ولكن هي دي الدنيا كده، يعني الدنيا دائما يوم ليك ويوم عليك. يعني ختامه مسك الليله يا جماعه، يعني جلستنا دي حتكون جلسه عند بعد رابع يعني. تمام، اول حاجه يا جماعه، ضيفنا ده راجل شاب وما شاء الله، يعني راجل من سمات وجهه تبدو عليه يعني انه راجل صالح ان شاء الله باذن الله. وكمان انه قرى في السودان يا جماعه، قرى في السودان في يعني قريب يتخرج من السودان، مع في يعني عز الازمات اللي حصلت على السودان، في عز الضنك اللي كان في السودان، وتخرج من جامعه من جامعه السودان، لكن يعني ما وقف ولا ينتظر لحد ما الحال يتعدل. يعني طوالي موفن ومشى، ولكل مجتهد نصيب. يعني أنا دي مؤمن بها تماما، يعني أي زول بيتحرك ربنا بيساعده. يعني ضيفنا الليلة يا جماعة زي ما قلت شاب، وقدر يعني ما شاء الله تبارك الله في زمن وجيز ياخذ دكتوراه، اثنين دكتوراه يعني، ومن جامعتين مختلفتين تماما. يعني فجامعة في إسبانيا، جامعة إشبيلية في إسبانيا، وجامعة في ألمانيا. يعني وطبعا هي في أوروبا، لكن في فرق كبير بين الدولتين، من حيث اللغة، من حيث الكلتشر، من حيث السيتنجز. يعني فما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الله. عشان كده نحن الليلة يا جماعة يعني عايزين النموذج ده. يعني أنا ما عايز الناس كلها تجي خلاص إنه دكتور عمر دين عمل دكتور اثنين دكتور، أنا مش عمل اثنين. لا، ده ما الهدف تماما. الهدف إنه يا جماعة التحفيز، الإلهام، يعني انه زول يعني في كل الظروف دي قدر يحقق الحاجه اللي هو عايزها. يعني ما كلنا يا جماعه هدفنا انه الواحد يعمل دكتوراه، ما كل هدفنا الواحد يبقى بروفيسور، ما هدفنا يعني اي واحد هدفه مختلف. لكن العبره في القصه، العبره في انه نحن نقتدي بسير الناس اللي نجحوا في حياتهم. يعني فانا ما حاتكلم كثير، لكن حاترك المجال طبعا لدكتور عمر، واكيد يعني هو حيعرفنا عن نفسه وعن يعني يعرفنا عن قصه النجاح اللي هو مواصل فيها. اتفضل دكتور عمر. طيب السلام عليكم. شكرا دكتور ياسين على المقدمه دي. انا سعيد للغايه اني يعني عبركم، عبر منصه الباحثين السودانيين، أطل وبحيي متابعينكم، وبحيي كل الشعب السوداني، وبتمنى إن شاء الله إنه السلام والأمن والاستقرار يعم البلاد، وإن شاء الله قريبا يعني نشوف السودان يعني الوطن الحبيب في مصاف الدول إن شاء الله يا رب. فشكرا لك كثير. طيب في الواقع أنا اسم بالكامل عامر عبد اللطيف عبد الرحيم دين، من مواليد مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور. الأصل من مدينة زالينجي، هي كمان حاضرة ولاية وسط دارفور. للأسف الشديد لحد أسي ما يعني نلت متعة إن أعيش في المدينة دي، لكن عبركم بحيي كل الأهل والأحباب بمدينة زالينجي وبكل بقاع الوطن وفي الخارج كمان. طيب الوالدة الله يديها العافية، أستاذة والمربية
يعني أستاذة مريم هارون إسماعيل، هي أستاذة لجيل كامل من الطلاب والطالبات والأهل والجيران، ربت وكبرت وعلمت ونصحت يعني، فبحييها من هنا عبركم، تحية شوق كبير لها، وربنا إن شاء الله يديها الصحة والعافية إن شاء الله ويخليها لنا إن شاء الله. الوالد إنسان رقم واحد في حياتي، مثلي الأعلى وصديقي الذي أحب، يعني دكتور طبيب استشاري الباطنية عبد اللطيف عبد الرحيم دين، أنا بحييه عبركم يعني تحية شوق واحترام وإجلال، وإن شاء الله ربنا يقدرنا إنه نحن يعني نرد له ولو بسيط من دعمه يعني في كافة المراحل والحد ياسي. أنا ترتيبي الرابع في إخواني، يعني شقيقتي الكبيرة لمياء بحييها كمان، هي أسرتها خريجة إنتاج حيواني من جامعة جوبا، بعدها باشمهندس عادل، الدكتور خالد، أنا وأختي إسراء، هي في الحقيقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحييها عبركم تحية خاصة جدا جدا لها، وهي يعني بتواصل في حلمها بجد واجتهاد ومثابرة في إنها تقدر يعني تدخل الجامعة في يوم من الأيام، فبتمنى إنه ربنا يحقق حلمها إن شاء الله وتنال إن شاء الله ما تريد. آخر العنقود زي ما بقولوا، صديقتي المفضلة الدكتورة ميساء، بحييهم جميعا عبركم، وبتمنى لهم الصحة والعافية. المراحل الدراسية، لو بدأنا نتكلم عن المراحل التعليمية، أنا بديت الأساس في مدرسة القيادة النموذجية الفاشر لحد السنة الثالثة، وبعدها انتقلنا ل مدينة الحصحيصة، دي من يعني المدن الأقرب إلى قلبي، ترعرعت فيها وعشت فيها يعني سنين طوال، وصلت لمرحلة الأساس بمدرسة النجاح بحي أركويت، بحييكم برضو عبركم تحية يعني خاصة برضو، وكملت مرحلة الأساس من مدرسة البخاري النموذجية، وبعدها بديت الثانوية مدرسة الطبري، وتخرجت من الثانوية 2004 على ما أعتقد، زمن طال والكبر حصل ودخلت جامعة السودان كلية الهندسة، جامعة السودان قسم الهندسة المدنية، وتخرجت في 2009 الحمد لله بتقدير ممتاز، كنت أول الدفعة الحمد لله. انت معلش اوقفك هنا يا دكتور. اتفضل. طبعا اول حاجه عبرك بحيي الوالد والوالده وكل اسرتك الجميله، الله يسلمك. وشايف ما شاء الله دكتوره ميساء شايفها بتحاول انها تخش معانا، فيعني نحييهم يعني عبر الجلسه الجميله دي. طيب النقله من انت اتولدت قلت في زالنجي فاشر فاشر في الفاشر، وبعدك مشيت زالنجي وجيت الحصحيصه، فانا عايزك بس قبل ما نمشي للمرحله الجامعيه، يعني الحاجات دي طبعا اكيد بتاثر على يعني المالتي كلتشرال دي بتاثر اكيد طبعا. على الدول، يعني من بيئه لبيئه وكده، فمعظم الحاجات اللي انا لقيتني بتاثر على الزول بوزيتيف يعني، او تاثير ايجابي، فانا دايرك بس توقف لنا شويه هنا يا دكتور عن في الحته دي يعني. بطبيعة الحال يعني كلامك حقيقي، يعني أنا في الواقع أيوة اتولدت في الفاشر وعشت فيها سنين تقريبا قرابة 7 ولا 8 سنوات، يعني كانت من أجمل يعني سنين حياتي برضو، ما ممكن أنساها على الإطلاق، يعني كنا محاطين حتى في مدينة الفاشر بمالتي كلتشرال سراوندينج، يعني بتذكر جيراننا كلهم من مناطق مختلفة من السودان، الحاجة دي بتعلم الواحد حاجات كثيرة، بالذات القيم بتاعت التعايش والتسامح وغيره، وللأسف زي ما قلت لسه يعني ما نلت متعة العيش في زالينجي، لكن بعدها بظروف عمل الوالد انتقلنا مرة تانية للحصحيصة،
وهناك يعني مدينة الحصحيصة من المدن المميزة جدا جدا في السودان، يعني مدينة عريقة صراحة، وتنصهر فيها كل البوتقة بتاعت المجتمع السوداني. يعني تكاد لا تذكر يعني انك انت مثلا حتى يعني you define yourself انك انت coming from which part of Sudan. يعني الناس كلها متعايشة بصورة أقرب لل big family صراحة. وبطبيعة الحال يعني الانصهار ده الاجتماعي والمالتي كالتشرال عن طريق الواحد بيكتسب كثير من السكيلز، انك انت حتى كيف how to deal with diversity in a smaller scale طبعا، يعني of course and also respect other people culture، وبرضه ال understanding، التسامح، الحوار، كل ال set of skills دي انت بتقدر تكتسبها من ال diversity اللي حولك دي. نعم فحتى الواحد في بيته بيكون في نوع من اختلاف الثقافات يعني على نطاق الأسرة المصغرة حتى. فدي كانت واحدة من صراحة كده من الكونديشنز او السراوندينجز اللي خلت الواحد انه maybe يكتسب يعني سوفت سكيلز في التعامل في الحياة، وساعدته في انه يقدر to integrate في cultures ثانية على نطاق اكبر. نعم يعني انا سعيد جدا طبعا بالحاجه الجميله دي وبال يعني النفحات الجميله دي. انا لانه صراحه برضو معايش الحاجه دي، وانا قريب من انا يعني امي اصلي في قريه قريبه من الحصحيصه باي يا دوري. زلمة ما شاء الله. ف يعني برضو نفس الشيء يعني انت لما تكون يعني تتربى في حته زي دي، ما بكون عندك يعني ما بكون عندك الانفه السلبيه تجاه الاخر. يعني مثلا انا اتذكر اول ما اتحولت مثلا من مدرسه في الجزيره وجيت درست في الخرطوم وكده، كان يعني كان نظره زملائي يعني بيفتكروني انه انا نوع من يعني نكر على المجتمع ولا كده يعني. سبحان الله. بس اذكر الناس يا جماعه اللي انضموا لينا حاليا في الفيسبوك، نحن الليله دي جلسه من جلسات ونس على دروب النجاح، وطبعا الجلسات دي نحن دائما بنستضيف فيها يعني شخص يكون يعني حقق نجاحات، يعني في نظرنا اكيد هو في نظره لسه بيكون عايز يحقق نجاحات. الهدف يا جماعه من الجلسات دي زي ما انا قلت وبكرر دائما، يعني اللي هو تلاقح الافكار، وهي الموتيفيشن اللي هي الالهام والتحفيز. انه الليله لما يكون عندي مثلا قدامي دكتور عمر دين، ما شاء الله عنده 2 دكتوراه في الهندسه، دكتوراه في الهندسه الميكانيكيه ودكتوراه في الهندسه المدنيه، ويتخرج من جامعة السودان ويتولد في السودان ويتولد في إغليم من أغاليم السودان، يعني فبكل يعني الحاجة الزخم ده والحاجة دي، نحن لما نيجي يا جماعة نتكلم معاه بنلقاه يعني ما شاء الله، يعني أول حاجة شعلة من الإلهام، يعني مزيد من الطيبة، مزيد من العطاء للآخر يعني. فدي حنيجي نتكلم عنها بعد شوية يعني. فطيب يا دكتور، إن من الحصحيصة الجميلة واللي لسه تاركة في وجدانك يعني ما زلت، انتقلت للجامعة في الخرطوم، إيش معنى اخترت جامعة السودان بالتحديد يعني؟ طيب صراحة طيب ماشي. أنا أول تحدي للأمانة، أول تحدي واجهته في حياتي كانت في مرحلة الثانوية. الواحد في المرحلة الابتدائية لحد ما دخل الثانوي كان في تفوق حاصل أكاديمي يعني كده. يمكن التفوق ده كان حاصل لأنه يعني الأسرة يعني مهتمة اهتمام كبير بالتعليم، الأخوان الأكبر مني وكده. لكن في مرحلة الثانوي كان مع مرحلة المراهقة بدأ يكون في نوع شوية من التمرد، وكان في كده somehow I lost interest في الأشياء. يمكن أنا بقول حاجة لأول مرة أنا أقولها على الملأ، يعني أنا I lost والله interest في مرحلة من مراحل الثانوية لحد ما جاء وقت الامتحانات التجريبية وامتحنت وظهرت النتيجة، وأنا كنت ساقط في بعض المواد يعني يمكن لأول مرة في حياتي. فكان ده يعني big disappointment، لكن طبعا حاجة طبيعية لزول ما يكون عنده غاية في الحياة أو purpose. فكان باقي وقت
قليل للامتحان، يمكن فترة شهر وشهر ونص. فأنا كنت في مفترق طرق، أمين لحد الوقت ذاك، يعني ما كان عندي غاية حقيقية، لكن قررت إنه أنا I carry on and move on. دي نقطة مهمة جدا. أنا بعتقد إنه مهم في الحياة إنه أي زول يكون عنده غاية، you should have a purpose. ما مهم إنك أنت، يعني you should know it right now. You will find it out eventually في الحياة. فبس ده ما بيعني إنك أنت توقف حياتك، يعني you need to carry on. You need إنك أنت to start building yourself skills, التولز اللي أنت بتحتاجها عشان تنطلق منها في يوم من الأيام when you find out your purpose. فقررت إنه أنا أجتهد في الفترة الفاضلة دي، وأنا يعني أقدر أتحصل يعني تحصيل أكاديمي في الشهادة الثانوية بتخليني إنه أنا أواصل المسيرة الأكاديمية بتاعتي the best possible way. يعني نعم. دخول جامعة السودان ممكن أن أقول ده كان أفضل خيار للدرجة اللي أنا حصلت عليها في الثانوية. فما كان في يعني تشويس محدد، لكن يعني زي ما قلت لك أنا كنت بصراحة ما كان عندي purpose في الحياة لحد ما أنا دخلت الجامعة. life changed after الجامعة، يعني بعد دخول الجامعة الواحد حياته تغيرت وبدأ تتبني شخصية مختلفة. وعشان كده أنا دائما بقول للشباب إنه فترة الجامعة دي من أهم فترات الحياة. يعني الواحد مفروض to spend it wisely. يعني it's important إنك أنت يعني تعمل بالانس ما بين الحياة الأكاديمية والحياة الاجتماعية وكده، وتقدر يعني لأنه الفترة دي الفترة الأهم، أنت بتتعرف فيها على روحك أنت، يعني you get knowing yourself يعني better، وتعرف فيها أنت عايز شنو من الحياة. يعني عشان كده دائما مهم إنه الفترة دي تحاول إنك تبني فيها tools و set of skills أنت دائما حتنطلق يعني من خلالها في تحقيق أهدافك وكده. نعم. دي قصتي طيب مع جامعة السودان. يعني شوف، يعني لحد ما دخل الجامعة يا جماعة دكتور عمر الدين ما كان عنده، يعني ما كان عنده هدف، ما كان عنده، يعني ماشي مع التيار باختصار Absolutely. كده. طيب Absolutely. دخلت حتى، يعني ده معناها بانك انت اخترت اول كلية دخلتها دي، بس دخلت عشان المجموع بتاعك بس. تمام. طيب التحول اللي حصل ليك، يعني كان هل هو نتيجة ما طبعا في حاجات يعني انا شخصيا ال change my life استاذ. تمام. يعني استاذ عمل كومنت عني في حاجة معينة، ده غير لي الحياة بتاعتي تماما. السؤال لك يا دكتور، الموتيفيشن الجاك ده او الحافز الجاك عشان انت تغير النظرة بتاعتك في الحياة عام، في الحياة كلها مش في الدراسة وفي كده، يعني لانه دي حاجة، ما بالمناسبة حاجة ما سهلة، يعني we have يعني لازم نجيب عن فيها، وعشان احنا نقدر يعني برضو نفيد الناس ونستفيد منها يعني. طيب واحدة من الحاجات دي أنا أوريك لما دخلت الجامعة. أوكي، يعني حتى يعني صراحة maybe one of the things I a bit had lack of confidence. يعني أنا I admit الحاجة دي لحد ما دخلت الجامعة، كان يعني after I lost interest وبعد ذاك خلاص يعني حسيت كده بأنه في نوع من ال lack of confidence. الحاجة دي يعني was affecting me يعني badly يعني في حياتي. لما امتحنت السمستر الأول وظهرت النتيجة ولقيت روحي أوكي، يعني إنه أنا أول دفعتي، ده أداني حافز كبير شديد جدا إنه يا أخي أنا يعني I've got potential إنه that I can make a difference. يعني إنه يا أخي maybe يعني some sort of commitment في حياتي it will يعني have a huge impact يعني في المستقبل بتاعي.
فدي كان واحدة من اللحظات الفارقة، يعني انه اوكي، يعني انك you gain يعني confident في انك انت you can do something ولا you can achieve something وكذا. ده كان موتيف انه انا to sit with myself and يعني decide and be committed في انه يا I should make a difference. ده الشيء ممكن أنا أقوله يعني عن الحاجة دي. طيب جميل جميل. طيب بعد ما خلاص، بعد ما أنت تغيرت وبعد ما خلاص يعني أنت بعد ده بقيت عندك يعني شهيتك اتفتحت للدراسة الجامعية وكده، بعد ده القرارات اللي بديت تتخذها شنو؟ أو خطيت إنه مثلا عملت لنفسك خطة، ولا يعني خطيت إنه والله يا أخي أنا إن شاء الله أنا أكمل بعد ما اكمل البكالوريوس بتاعي او الشهاده بتاعتي دي، انا امشي اشتغل في الخليج، ولا انا اعمل ماجستير، ولا This is a very important question, والله. يعني أول حاجة أنا حابب أقول إنه it's not important إنك أنت تكون عندك that wide vision لحد ما تقدر تعرف إنك أنت بعد 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، أنت يعني what are you gonna be؟ كويس؟ يعني حاول إنك أنت يكون عندك small goals, you execute them and you achieve these goals and grow with that. يعني الباشن حقي towards maybe engineering on that I would like to make a difference كان دائما العامل المحفز وكان the driving factors towards اي حاجه انا عملتها. يعني if you ask me قبل 15 سنه مثلا انه انا I will be in here ولا I was planning exactly the same path I wouldn't have that the answer انه okay. يعني ما كنت عارف الحاجه دي، لكن كنت بعمل دائما يعني اوكي was like I made up my mind انه يا اوكي the overall goal in it I would like really to leave a positive impact يعني في 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 حياتي انا في المقام الاول والسراوندينج حقي في المقام الثاني. How to do that wasn't clear to me, لكن what I'm doing currently الحاجه اللي انا بعمل فيها حاليا اوكي I want to do it the best. كنت I would like to get the best possible experience من الجامعة. كويس. When I realize الحياة في الحياة، ودائما بقول للجماعة أو للشباب إن يا أنت مهم إنك أنت يعني like to graduate right away and you think of becoming a professor in like immediately. Not It's not that. Important. Take it stepwise. Execute objective. A small one. لأنه الحياة عموما هي outcome of small decisions and step that you made. فالواحد خليك دائما wise and very clear and set small goals and objective. كل مره بتلقى روحك انك انت البرسبكتيف بتاعك بتغير، يعني الجولز بتاعتك حتى البيربز بتاعك might change. This is not a problem. حتى it's okay not to have a purpose. You can figure out that yourself. ممكن حتى تتعلم، لأنه the best way إنك أنت you learn, you can learn from your own experience. يعني كثير من الشباب مثلا أنا بيجي يسألوني okay أنا والله تخرجت هسي وما عارف أعمل شنو، يعني I have no clue. Well I can't decide for you. دي حاجة أنا دائما بقول لهم don't let، يعني ما تخلي أي زول في الحياة إنه to decide for you what you want. اتعلم إنك أنت to decide for yourself، لأنه decisions comes with responsibilities يعني needs commitment. فالواحد ممكن يتعلم from his own experience. انت تخرجت حاسس روحك ما عارف روحك عايز تواصل في المجال الاكاديمي او عايز تشتغل، اشتغل. ما حبيت الشغل change it، ارجع للمجال الاكاديمي. It's not a problem until you find out الحاجه اللي انت عايز تعرفها. ف yes انا ما كان عندي clear goal إن أنا كنت عايز أطلع برا على الإطلاق، ولا عندي clear goal إن أنا عايز أواصل في مجال الأكاديمي و become a professor one day. لكن I know that I was driven by my passion towards engineering وإنه I want to make a difference. فالحاجة اللي عندي حاليا موجودة هي الجامعة. I wanted to make the best out of it
من التحصيل الأكاديمي ومن الإكسبرينس اللي أنا بكتسبها من الجامعة، الحياة الاجتماعية، من الإخفاقات في العلاقات سواء كانت علاقات عاطفية أو علاقات بتجمع الناس. دي كلها حاجات كانت مهمة جدا، and I think everyone should go through this and learn from this. فدي دي جميل جميل، رائع رائع. يعني انا عجبني الحته بتاعت انه يكون عندك اهداف صغيره صغيره تنفذها عشان تصل للحاجه الكبيره بتاعتك، زي اللي انت مثلا في مويه المطر. يعني احنا مرات تكون قاطع كده في مويه المطر، تشيل طوبه، تخد رجلك، بالضبط يعني تخد الطوبه لحد ما بالضبط تصل بالضبط لبرلمان. يعني بالضبط جميل والله. يعني انا صراحه يعني اتمنى انه كل الناس اللي بيتابعونا يا جماعه ياخدوا الموضوع ده يعني سيريسلي. يعني ما 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 يعني يعني احنا يعني زي ناس دكتور عمر ديل بالمناسبه، يمكن اكثر من 3 اسابيع انا بحاول انسق معاه، وهو ما تكبر منه ولا ناي. لكن انا عارف يعني انه الوقت يعني هنا في اوروبا وفي بالذات زول لما يوصل مرحله زي دكتور عمر، ما شاء الله تبارك الله. يعني انا ما حقول انه اسي هو شنو، لكن اللي قدام حقوله. لكن يعني زول انه شغال في الاكاديميات او شغال هنا، في يعني وقته صعب جدا جدا، ما سهل يعني. وبعد ذاك عشان نتفق على مواعيد وخلاص، يعني مواعيد مريحه لي ومريحه له، ويكون يعني نقدر نحن كل نلاقي الناس كلهم. الحاجه دي يا جماعه نحن ما بنعملها يعني تسليه، ولا بنعملها لدافع سياسي ولا لدافع مادي. نحن بنعملها عشان الناس تستفيد من التجارب دي، تمام؟ يعني لايف ساعتين بيعادل لك، انا في رايي بيعادل لك يعني 10 كتب. يعني انا مثلا عندي الكتاب ده جميل جدا بالمناسبه. يعني انا دائما حي في الاداره اللي هو ده بتاع الدكتور غازي القصيبي الله يرحمه. الكتاب ده كتاب يعني ممتع جدا جدا، لكن انت عشان تقراه عايز لك مثلا اسبوع، ممكن اسبوعين. فما بالك انه نحن بس نجيب مثلا دكتور عمر ده خلال ساعتين يدينا العصاره بتاعت التجربه بتاعته، يدينا العصاره بتاعت انه كيف هو حقق النجاح. فانا اتمنى انه الناس كلهم اللي بيتابعونا ياخذوا الموضوع ده سيريسلي ويتعلموا منه. يعني ما ممكن انت تكون قاعد ساعتين وتطلع من القعده الجميله دي يعني والمهذبه والرائعه من شخص يعني زي دكتور عمر. طيب يا دكتور، انت يعني وصلت خلاص، يعني خلاص انت يعني زي ما بتقول شنو، ثبتت اقدامك في الجامعه وثبتت اقدامك في كليه الهندسه، انت ماشي اتخرجت تمام اللي هو سنه 2009. طيب نهايه 2009، نهايه 2009 اتخرجت، كان شنو يعني خاطر ببالك قبل ما تتخرج، او يعني مجرد ما تخرجت طوال يعني؟ طيب دي حاجه مهمه. بعد ذاك طبعا انت يو هاف خلاص، دي نهايه مرحله. انا عارف روحي بعد كده انه انا يعني داخل على مرحله مختلفه من الحياه، يعني مرحله I'll be more responsible. يعني every decision then you make مفروض يكون فيه، دائما اي قرار انت بتتخذه في الحياه لازم يكون فيه responsibilities. يعني life like choices and consequences. طيب في خيارات طبعا بتكون مفتوحه للواحد اول ما يتخرج. طبعا كزول انا يعني بشوف اوكي كان في تحصيل اكاديمي جيد، فرص انك تشتغل في المجال الاكاديمي فرص كبيره، وفي نفس الوقت طبعا برضه في الحياه العمليه، يعني كونك تمشي to be like an engineer practicing engineering and برضه you can get more qualifications through an industrial path. ف وقتها بدت فكرة إنه يا أخ أنا to start thinking of getting more qualifications. إنه أنت the more you learn the more إنك you become hungry. يعني trust me. يعني وبعدين the more you learn the more you becoming like hungry. يعني فعشان كده أنا وقتها دي كانت أول فكرة خطرت في بالي إنه يا أخي أنا أحاول بعد كده to get more qualifications post graduate studies. وكنت خاتت يعني بديت أفكر في إنه أنا أطلع على UK حتى ما أنت قاعد حاليا و I do my post graduate studies. لكن ده كان تاني يعني big disappointment بالنسبة لي. I failed badly إنه أنا to لأسباب كثيرة.
انه انا اتحصل على منحه او مثلا عشان اواصل الدراسه بتاعت الماجستير تبعي. I was lacking sort of other skills. I have to admit لانه يعني الفيلير ده I was the main reason for it. يعني I wasn't well prepared انه انا اواصل او اتحصل على منحه بالشكل الكافي. فدي كانت disappointment صراحه. انا بعد ما خلصت من الجامعه اشتغلت كمساعد تدريس في الجامعة عشان أقضي الخدمة وكده. فوقتها برضو لأي زول بيحصل له disappointment of course طبيعي، إما أنت you give up the whole idea or إنك أنت تقدر تحاول إنك to recover and to start again pursuing your goal. فأثناء الوقت ما كنت أنا بعيد في الترتيب حساباتي مرة تانية لأنه السنة already هي عدت، قررت إنه أنا يعني while I'm pursuing different paths and برضو مثلا بفتش في alternatives تانية عشان أواصل الدراسات العليا برا. لحد الوقت ذاك أنا had no clue إنه أنا حستمر في المجال الأكاديمي. The only thing that I knew إنه أنا wanted to get more qualifications because I knew what's lacking and I knew like إنه okay يعني investing on myself time and effort and money and see what's gonna like be the outcome. ف التحقت بوحدة تنفيذ السدود، قررت انه انا اخذ خبرة عملية اثناء ما بفكر في like how to make it up. وانتسبت للاستشاري، كان شركة لامير الألمانية وسميك الأسترالية، مشروع تعلية خزان الروسيرس، ودي كانت واحدة من أهم محطات حياتي. في المحطة دي أنا تعرفت على حياة مختلفة تماما، يعني حياة خارج الجامعة، حياة عملية، تعرفت فيها شباب من خيرة شباب السودان، بحييهم أنا عبركم، وبرضو شيبة السودان اتعلمت منهم الكثير 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 الكثير. لكن الحاجة الأهم في المرحلة دي إنه أنا I got in contact for the first time with Germans، لأنه الاستشاري كان شركة لامير شركة ألمانية. فكانت مرحلة مهمة، مرحلة بتاعت إعادة ترتيب أوراق وتخطيط واتخاذ قرارات حاسمة في إنه يا أخي أوكي يعني خسرت أنا الجولة الأولى لكن بالتأكيد ما خسرت كل المعركة. فالأورينتيشن كله اتغير من إنه يا أخي أنا أي مثلا to go to UK and pursue the master degree there. اتغير الاتجاه إلى ألمانيا وبدأت يعني من الروسيرس أبدأ أرتب لرحلة الهجرة إلى ألمانيا. دي الحاجة اللي حصلت بعد الجامعة. جميل جميل. يعني شوف بس احنا لحد الآن 4 محطات تمام، والمسيره بتاعتنا ماشيه يعني ما يعني. فالنشأة والميلاد في منطقه مختلفه، الدراسه في منطقه مختلفه، دي كلها يعني. وبرضه دي والاسره ما شاء الله، يعني الوالده ربنا يديها الصحه والعافيه، والوالد يعني ويل اديوكيتد، يعني الوالده انا عندي قناعه انه يعني دائما الام لما تكون معلمه اولادها بينجحوا، دي انا قناعتي، بس ما عارف يعني هل هي صحيحه والله انا، لكن This is my own judgment، يعني دي ما قناعتي يعني شخصية. ده كله ما أثر يعني ما خلى إنه والله يا أخي دكتور عمر ينجح في الثانوي العالي ويجي مثلا في العشر الأوائل في السودان، من في السودان، أو يخش مثلا جامعة زي جامعة الخرطوم، الناس كلها في السودان يعني خلاص يعني ينتهي عندها الكلام، وحتى غنوا فيها جميلة ومستحيلة وكذا وشنو. ف خش الجامعة درس برضو ما كان يعني خدت الموضوع ده إنه ذات قيمة، يعني خلاص أنا امتحنت قدمت خشيت جامعة زي ما الناس قرأت جامعة وكده. الحاجة التغيير اللي حصل له في حياته لما دخل الجامعة وانتهى من سنة أولى، بعد ذاك حياته تمام بدأت تتغير، يعني أخذ سيريس، انتهى من الدراسة الجامعية، يتخرج بدأ يفكر يمشي يلقى له منحة. المنحة الأولى فشلت اللي هو كان داري يقدم يجي بريطانيا وكذا، بعد ذاك انتقل لحياة عملية اللي هي في خزان الروسيرس، وهناك لاقى يعني اتعرف على الحياة العملية
عن جد يعني، وكمان فيها جنسيات مختلفة، شركات عالمية وكده يعني. بعد ذاك بدأت تتفتح يعني زي ما بنقول شنو، ابواب الادراك، ولا خلاص بدا يحس انه الحياه دي شكلها حيكون كيف او مفروض. طيب من هناك من الرصيرس انت فكرت خلاص في الهجره، يعني كان شكل يعني شكل الخطه بتاعتك كيف؟ يعني انك انت حتمشي تهاجر هجره، ولا تمشي تلقى لك منحه، ولا كنت اخذت كل الاحتمالات، يعني كل الاحتمالات، يعني أثناء صراحة بتذكر أيام كانت أيام عصاب للأمانة، لأنه إحنا في خزان الروسيرس يعني كنا بنشتغل نظام شيفتات، يعني داي شيفت ونايت شيفت وإيفنينج شيفت، وشغل كان ضاغط يعني بمكان، لكن الواحد كان بعد ما ينتهي من الدوام وكده كان يعني الجوب الثاني حقي انه انا تو بيرسيو الجول حقي، انه انا ابدا افتش منح، اتواصل، اعرف يعني. ما صراحه ما كان في، يمكن الحياه هسه مختلفه شويه في ظل الانترنت والنتوركينج والفيسبوك وكذا، المنصات زي منصه الباحثين السودانيين، ما كان في زول مثلا ممكن like to give you that يعني whole sort of information من وين انت ممكن تبدأ ومن وين ممكن تنطلق. فمعظم الحاجات كان بتتم بطريقة شخصية، اجتهادات شخصية، انك انت تفتش بنفسك وتعرف. فانا كنت باخذ كل البوسيبيليتيز، يعني البوسيبيليتيز المنح سواء كانت يو اس او تي يو كي. معلش افتح انا عملتها لك. اوكي تمام. لكن في نفس الوقت خطيت possibility انه يا انا to invest on myself كويس، يعني I really خطيت possibility زي ده. انا لما اشتغلت في وحدة وقتها مقارنة بال engineers يعني الوقت الوضع كان يمكن يعني احسن من السيد اقتصادي في الوقت ذاك، فالواحد قدر انه يوفر قروش شويه ما كانت كافيه ان هي تدعمه، لكن طبعا يعني بعد ذاك طبعا اكيد حصلت مساعدات من الوالد الله يديه العافيه في انه يا اخي why not I want to invest on myself. كل السيفنجز حقتي على طول المده دي انا decided انه انا to invest on myself. ودي واحدة برضو من الحاجات المهمة اللي أنا حابب أقول للشباب، طبعاً بطبيعة الحال ما كل الناس بيكون عندهم the same opportunities، أو مثلاً أنت بيكون عندك the same conditions كويس، لكن أنا I think إنك أنت every one of us has something that you can invest in yourself، حتى لو بيجا time أو أي tool. يعني حالياً مثلاً أي زول I think إنه مثلاً عنده possibility to get into internet في السودان، انك تفعل وتدخل الانترنت. So you can make use of your time wisely and invest it in yourself. فقررت اخذ القرار ده كخيار كويس، لاني ما كنت عايز اقعد مثلا سنه ولا سنتين ثانيين، لان time is also important. فاي هاف ميد ذات ديسيجن تو كويت ماي جوب، يعني although that time was a good paid job في الخزان، و I want to go to Germany and pursue the postgraduate studies. بحيي الوالد ما قصر، دعمني شديد في الدعم المعنوي والدعم المادي برضو. وكأي طالب بيجي هنا ألمانيا بطبيعة الحال أنت بيكون عليك responsibilities إنك أنت تشتغل، أو مثلا في أي حتة ده شيء طبيعي. فأنا أي زول عندك أنت opportunities، حتى لو أنت مثلا تدين أو مثلا تعمل أو بتاع، there are millions of ways يعني إنك أنت to يعني invest on your way, on yourself. never ever يعني في حياتك تستخسر ولو سنت واحد أو one minute إنك أنت to invest in yourself, because it's gonna pay back
definitely one day. فدي قصة ال 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 تمام. طيب في صهيب معانا في هنا في الزوم، فقال طيب كده قال السلام عليكم، كنت من الشهود على اجتهاده اللي هي اجتهاد دكتور عمر خلال فترة عملي برصيرس. بعد انتهاء دوام العمل كان بيقعد في المكتب ويواصل دراسته واجتهاده والشغف لتطوير الأكاديمي والعلمي. شكرا صهيب، جميل بحييه عبركم الله وبحيي يجزاك كل العافية. الشباب. يعني الناس اللي معانا في الزوم بعدين كلكم حنديكم يعني فرصة اي زول عايز يتكلم وكده، فمرحبا بكم يعني وشرفتونا، وكمان الناس اللايف في الفيسبوك. طيب يعني طبعا هي عقبة حتة انك انت تكون تسافر من السودان دي وانك انت ماشي تدرس، دي عقبة بالمناسبة كبيرة جدا جدا. يعني انا برضه مريت بها، يعني انا خريت طوالي من الشهادة السودانية ومشيت قريت برا يعني تمام. فالحتة دي بالمناسبة حتة يعني صعبة جدا. يعني اول حاجة انت لو حتى لو جهزت نفسك ماديا معنويا بتكون صعبة عليك، يعني في عمر زي ده انك انت داري تمشي، انت ممكن تكون يعني شوية مشيت لانه تخلي غربتك في الفيروسيرس دي خلتك يمكن تتخذ القرار سريع يعني بالضبط. تمام. طيب انا عايزك بس الحته بتاعت انك انت، انا زول شغوف بالامكنه، يعني مثلا ركبت الطياره، نزلت في المطار، لقاني في لام، مشيت يعني الحاجه دي انا فبس عايزك انت يعني اخذت التاشيره بتاعتك او كده وريني الاجراءات كانت كيف. يعني انت لما من الروسيريس خليت الشغل بتاعك وان كان شغل كويس، يعني قدمت اخذت التاشيره بتاعتك قمت على المانيا، بس يعني والجامعه ذاتها كانت المفروض تمشيها وين يعني؟ اوكي صراحة الحاجات when I made that decision وخلاص أنا fulfilled all the requirement الحاجات اتسارعت وتيرتها بصورة كبيرة جدا. يعني قرار الفيزا أنا بتذكر لحد أسي، يعني أنا أخذته ونحن كنا في حاجة بسموها ديب سلويس، الفتحات بتاعت النظافة في الخزان، فكنا شغالين شغل هناك، واتصل علي اخويا انه يا اخي اوكي انت يو جوت يور فيزا. ف اي نو ذات مومنت، يعني انا ما ممكن اصلا انساها في يوم من الايام خلاص. يعني حتى انا بتذكر انه كان في واحد من السودانيين تبع المقاول اسمه محمد عبد العزيز على ما افتكر، يعني اي كانت فورجيت ذات مومنت. يعني انا بتكلم معاه وقلت له دي شكلها حتكون اخر صبه احنا عندنا في المكان ده. بعدين انا الفيزا اتحصلت عليها يمكن في وقت سريع، يمكن الاجراءات الوقت ده كانت سهله في ظرف 13 يوم ولا حاجه، لكن انا كنت متاخر اصلا عن الدراسه. ف سريع جدا 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 قررت انه انا اقدم لاجازه وعشان امشي اكمل اجراءات الفيزا واخذ جوازي وابدا اقطع تذكره واسافر. كل الحاجات دي تمت في ظرف 3 أيام تقريبا أو يومين على ما أتذكر. عندي صاحبي كان معاي الوقت ذاك متابع إجراءاتي اسمه خالد، الله يديه العافية، وعمار كمان. فمشينا طوالي سريع سريع سوق ليبيا، اشترينا شنط وحاجات بتاع وطوالي I packed my things وبدأت الرحلة. يعني حتى كان أنا I never knew، يعني صراحة يعني دي برضو واحدة من الحاجات I like to challenge myself and I like the adventure، يمكن زي كذا. يعني حتى انا ما كنت عارف اصلا، انا عملت الماجستير في مدينه اسمها دريسدن بشرق المانيا. I had no idea انه دريسدن دي كانت وين، يعني في اي بارت حتى من جيرماني، لانه الحاجات تمت بصوره سريعه شديد جدا جدا. فقررت انه انا اقطع ارخص تذكره واسرع تذكره ل ل ل لألمانيا. وحصل إنه التذكرة دي بقت عبر القطرية وعبر الدوحة. ففي قصص كثيرة حصلت في الحتة دي أنا ممكن أحكيها لك. فسبحان الله، أول حاجة أنا مشيت، يعني كان يعني وقت مرهق جدا جدا لي، لأنه خلاص أوكي I made up my mind، جيت من الروسيرس، مريت عبر الحصحيصه، الوالد اخذته، مشينا هناي، بعد ذاك اشترينا الحاجات وبتاعه، معايا الشباب في البيت والاهل وبتاع، خلاص انا مسافر مسافر. فاخذت التذكره ومشيت الدوحه.
وصلت الصباح تقريبا كده الراوند صلاة الصبح. كنت مرهق جدا جدا جدا، قررت انه يا اخي انا ارتاح، تقريبا باقي ساعتين على الـ على الـ على الطياره، انه يا اخي انا ارتاح شويه في المسجد عشان اقدر اواصل. كان في محاولات اني اطلع والاقي الاقي خالي اسلم عليه في الدوحه، بحييه عبركم بروفيسور محمد هارون اسرته الكريمه. فنمت في المسجد، ولما قمت لقيت زمن الرحلة عدى. فكان ده يعني شوك كبير وإحساس طبعا أكيد ما ممكن أحكيه لك، زول أول مرة مسافر لوحده يعني. فلكن لحسن الحظ يعني سبحان الله لحكمة ربنا بيعلمها، لقيت إنه الرحلة كلها لفرانكفورت اتأجلت. فأي واز إن ليت يعني، أنا سبحان الله انا نمت وتاخرت عن الزمن المكتوب في البوردنج باس وزمن الرحله، لكن الرحله نفسها هي اتاجلت. فحصلت الرحله ووصلت فرانكفورت، لكن وصلت متاخر يعني، وصلنا متاخر، وصلنا حوالي الساعه 6 فرانكفورت او تقريبا 5 وشويه. نزلت في فرانكفورت، يعني بالنسبه لي اي دونت نو وير از فرانكفورت، ولا فرانكفورت دي من فرانكفورت انا اصل المدينه، وين هي اصلا المدينه دي؟ I didn't know this information. يعني بتذكر حتى في الطريق ونحن من الحصحيصة للخرطوم كنت بتكلم مع الوالد الله يديه العافية، هو he so much supporting the idea إنه أنا I should learn from this experience without يعني pre knowing إنه حيحصل شنو، ولا أنا ماشي وين، ولا أكلم زول يساعدني ولا كده ولا بتاع. فأنا accepted the challenge وإنه أنا حقدر أصل وأتعلم من الـ experience دي. فوصلت فرانكفورت، وبعدها وصلت الـ information center. luckily في فرانكفورت محطة القطارات هي قريبة من أو في داخل المطار، فنزلت فرانكفورت ومشيت الـ information مطار center. خلعك طبعا، مطار فرانكفورت خلعك طبعا طبعا. رحت ولا ما رحت يا دكتور؟ لا كويس انه الانفورميشن سنتر كان قريب، ما رحت المره دي، لكن قطعت التكيت يعني بالقطار السريع، حتى انا ما بعرف طبعا الكاتيجوريز. المهم جست وات ايفر حاجه ذات تيكس مي تو دريسدن. لحد هسه انا ما ممكن انسى التكت، قطعتها بقروش كثيره طبعا بالنسبه لي انا كطالب، ب 93 و25 سنت لحد اسي بحتفظ طبعا بالقصاصات الحاجات، انا متعود عندي عاده سيئه جدا جدا ان انا احتفظ باي حاجه. 93 يورو مش كده؟ 93 يورو ايوه 25 سنت بالاي سي اي القطر السريع. ايوه فركبت القطر متجه الى دريسدن، لكن انا ما عارف اصلا دريسدن دي حتكون كاول مره زول يركب قطار، يعني it was like a great experience. حنزل وين؟ حسمع المحطات؟ ما حسمع؟ بالنسبه لي كان تشالنج. فدي قصه انا حابب احكيها، واحده من الحاجات. فقررت انه يا اخي انا اصلا مرهق وتعبان، يمكن انوم وما اقدر انزل في المحطه. كم ساعه معلش يا دكتور من فرانكفورت لدريسن؟ 4 ساعات تقريبا، 5 ساعات ولا 5 ساعات. فقلت يا اخي اوكي انا حطلع كتاب وحقعد اقرا فيه، وكنت بقراه اصلا لحد ما اصل اسمع دريسدن او اسال الزول اللي جنبي وكذا. فطلعت كتاب بتذكر هسه قاعد جنبي هنا اسمه دافينشي كود، اوكي ايوه بالعربي. فطلعت الكتاب وانا بقرا فيه، وكان في سيده المانيه لطيفه قاعده على يمين في على يميني، وكل مره I was like this is the first time يعني انك انت to be like you know such surrounding. يمكن في المشروع فعلا انت بتلاقي ناس وكده. فكل مره هي she was يعني staring at me يعني في الكتاب اللي انا بقراه، يعني مستغربه from time to time مستغربه بتشوف. فبعد ساعه ولا ساعتين يعني قررت انها to break the silence وتسالني سؤال، انه انا بقرا الكتاب بالقلب ليه؟ يعني فلانه انا بقرا الكتاب بالعربي، فهي تفتكر انا ليه بقرا الكتاب بالقلب. فقلت لها يا اخي بدل الكونفرسيشن انه يا اخي ده عربي، وبدينا كونفرسيشن انه انت جاي من وين؟ انا جاي من السودان وماشي دريسدن. وهابنت انه هي كمان ماشيه دريسدن، هي شغاله في فرانكفورت واسرتها في دريسدن. نحن كنا حنصل دريسنج متأخر تقريبا حوالي ساعة ده ومنتصف الليل، منتصف الليل.
فانا كنت فاكر زي في السودان بتمشي بتلقى داخليه وبتلقى زول ومستقبلك وبتاع، لكن it was too late. ف I found out انه انا ما حيكون عندي مكان عشان 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 القاه. هي ما قصرت، حاولت انها تعمل لي بوكينج في هوتيلز او هوستلز لحد ما الصباح يصبح وامشي الانترناشونال اوفيس وكذا. ف we failed للامانه، يعني we failed للامانه. ف قررت ان يا اخي هي تاخذني لاسرتها وانا اقعد معاها وانا اسبند ذا نايت. يعني بالنسبه لي ذا واز يعني ذا موست اميزنج اكسبيرينس، فيرست اكسبيرينس ايفر. انا مشيت و اي اسبند ذا نايت في 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 معاهم في البيت. يعني بالنسبه لي احس الناس دول اكثر من اهل بطبيعه الحال. فبعدها الصباح يعني ما قصرت، طلبت لي تاكسي وودتني لحد الانترناشونال اوفيس وخلاص. يعني وي جوت كونتاكت نمبر اند سو اون. بدات في باب الانترناشونال اوفيس، يعني الحركه دي احنا ما عندنا في السودان لكن طبعا ان يوروب شائعه، انك انت لما بتدخل في زول بيفتح لك الباب طبعا. يعني في زول بيفتح الباب، الزول الدخل اول بيمسك الباب للزول الثاني. ففي سيدة يعني واضح إنها هي من إفريقيا فتحت الباب ودخلت ومسكت الباب وأنا دخلت. فأنا ماشي في السلم فوق، يعني بعد شوية تهت في الطابق وسألتها يا أخي أنا والله مفروض أسلم نفسي للإنترناشونال أوفيس. فأنا بتكلم معها ووجهتني أمشي وين، وبمشي ثلاث أربع خطوات بتناديني بتقول لي أنت سوداني؟ فبس قلت لها يس I'm Sudanese. فبس قلت لي خلاص انت خليك هنا هسي حاليا، انا هتصل على واحد اسمه منير بحييكم يعني كلكم ناس دريسدن عبركم. يعني ما قصروا سبحان الله. يعني انا وصلت يوم الجمعة، اليوم يعني كان يوم الخميس، اليوم الثاني اصبح يوم الجمعة، وطوالي منير جاني ومشينا المسجد والجيت كل السودانيين. حتى بتذكر اليوم ده كان عندهم حلقة بتاع التلاوة بالمساء، فمشيت ولقيت كل الناس في دريسدن مجتمعين. فكانت experience مميزة والله للأمانة. يعني رائع رائع، توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يعني في أنا عندي غناعة يعني إنه بس شفت لي كله مجتهد النصيب يعني. وبرضو يعني غاندي عنده 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 مغولة برضو في الحتة دي، بيقول لك يعني أي زول بيلقى الحاجة اللي هو عايزها، بيلقى الحاجة اللي هو عايزها كيف ما بكون هنا في بيته ويعني يحقق الهدف بتاعه. أنت الهدف بتاعك ده ما على حسب الهدف بتاعك أنت. والله الهدف بتاعك ده لو مثلا عايز مثلا تمشي تأكل فول هتأكل فول، لكن الهدف بتاعك ده والله لو ده تمشي مثلا يعني تاكل شيء في اولاد مدرمان حتمشي تاكلها. تمام، ده اذا انت يعني نابع الحاجه نابعه من جواك يعني، لانه ده الالهام اللي بيجيك انت زاده يعني على حسب او على قدر اهل العزم تاتي العزايم. وبرضه بقول لك جهتنا الفول يا دكتور هسيت. وبرضه بقول لك شنو، بقول لك يعني لا تاتي الرياح بما تشتهي السفن ولكن تاخذ الدنيا غلابه. فانت ما في حاجه يعني الاماني دي، انت احلم واربط عربيتك الى نجم يعني زي زمان درسونا في الابتدائي، لكن كمان اعمل للحاجه بتاعتك دي. يعني ما تنتظر انه والله يا اخي الحكومه او عمي او ابوي او خالي او كده يعني. فانت لازم نفسك دي يعني زي ما قال جبيل دكتور عمر ده قال حاجه مهمه جدا جدا يعني، قال ما تستخسر حاجه على نفسك، دي مهمه جدا، ما تستخسر حاجه على نفسك عشان انت تمشي لقدام. منها ذاته انك انت ما يعني مثلا انا عندي هدف انه مثلا دار اتعلم اللغه الانجليزيه، ودي حاسالك منها بعد هي دكتور دار اتعلم اللغه الانجليزيه لانه اللغه هي المفتاح اللي بتاع انك انت تمشي لقدام. تمام، طيب انت عشان تتعلم اللغه يعني حتتعلمها كيف؟ ما انت لازم تتعب، لازم تساهر، لازم تمشي تسمع اذاعات اجنبيه، لازم تفتش تمشي للفراشين جنب كومبوني تلقى عندهم الكتب القديمه تشتريها. تمام، يعني لازم انت تتعب. فما في ما في حاجه بتجي بالساهل يعني. وزي ما قال بيجينا رسائل كثيره، يا انا عايز اغير المجال بتاعي، انا عايز اغير نفسي، انا عايز اوكي ده حاجه جميله انك انت يكون عندك الرغبه انك تقدر تتغير، لكن الرغبه دي ما بتكون براها لو ما انت تعبت يعني. تمام دكتور، وصلت الجامعه و
شباب اللي معانا يا جماعه في الفيسبوك، بنرحب بيكم اللي بينضموا لينا، وجلسه شيقه والله. اتمنى انه كل الناس يكونوا مستمتعين زي ما انا مستمتع يعني. والحاجات دي يا جماعه كلها نحن بنحفظها للتوثيق، للناس تستفيد منها. عندنا قناتنا في اليوتيوب، بتكون هنا لايف، بتكون في الصفحه بتاعت دكتور عمر برضو لو عنده يوتيوب، يعني بنرسل له الفيديو انه يرفعه في اليوتيوب. يعني الحاجات دي نحن دايرين يا جماعه تكون لينا، يعني الناس تستفيد منها لقدام، يعني اي واحد يسمعها وكده يعني. طيب يا دكتور، بديت انا داير اسالك من الحته بتاعت اللغه دي. يعني انت ما شاء الله تبارك الله، انا عارف انه الدراسه في المانيا باللغه الالمانيه، مظبوط؟ بيعتمد، انا الانترناشونال كورس اللي درسته بيعتمد، هو في قديم الزمان كان ده الشيء الشائع، انه الناس بتدرس باللغه الالمانيه، لكن في البوليسيز الاخيره بتاعت جيرماني تو اتراكت مور انترناشونال ستودنتس بيجو اوفر ماني كورسز باللغه الانجليزيه. انا درست باللغه الانجليزيه في الواقع، انترناشونال كورس اللي درست باللغه الانجليزيه. طيب يعني قبل ما نمشي ننتقل للمرحله بتاعت الجامعه والدراسه، نصيحتك شنو للناس الدارين يتعلموا انجليزي؟ لانه انت خليت في السودان درست، في السودان درست بالعربي مش كده؟ يس. طيب نصيحتك شنو للناس الدارين يتعلموا اللغه الانجليزيه؟ listen and practice. That's it. You need listen and practice. يعني انت like you have to listen and practice. زي الطفل ما بيتعلم، الطفل هسي it's just the easiest way like بيسمع وبي try to practice and listening from my own experience. كويس، يعني of course it's not my mother tongue ولا لغه انا تعلمتها في المدرسه ولا كده ولا بتاع. انا عندي اهتمام باللغه عموما، يعني يمكن من فتره الثانويه او مثلا فتره الجامعه او كده او هنا، خلاص يعني الكوميتمنت اللي انا عملته مع روحي في الجامعه انه يا اخي اوكي انا I'd like to leave an impact، ده عنده consequences انك انت في set of skills ومايند سيت معين انت you'd like to establish and form. واحده من الحاجات دي of course if you want to make a difference انت you need to equip yourself with tools وحاجات skills and so on. واحده من الحاجات دي كان اللغه يعني، لكن my experience مع اللغة إنك أنت you listen, try to listen يعني listen and practice. وطبعا زي ما قلت شيء ما في شيء بالتمني، ما في شيء سهل، أنت you need to spend time، وده جزء من ال it's يعني من إنك أنت to invest in yourself time. أعتقد بمكان حاليا ال situation يعني في الزمن الحالي مقارنة بالزمن اللي كنا احنا فيه، طبعا اكيد الزمن اللي انتو كانت فيه برضو حيكون كان اصعب، لكن هسي حاليا اسهل بكثير. يعني الانترنت is available، يوتيوب بتاع، احنا الانترنت ده كنا بنستخدمه زمان، كان في حاجة اسمها ميك ولا حاجة كده بتاع الشات اي ما عارف غيرته كان شنو، لكن هسي بقى في يوتيوب، بقى في فيسبوك، بقى ما عارف في جوجل ليرن، في so many opportunities انت ممكن تتعلم من خلالها. يعني classical education حاليا انه بس you learn thing in a systematic way من الجامعه من كده you don't really need. انا I don't know maybe to certain extent ازول need انه يمشي لمعاهد عشان يتعلم اللغه الانجليزيه او كده او بتاع، لكن I'm not sure if this is the most effective way. يمكن الحاجة دي بس it gives you a sort of commitment. لكن at the end of the day أي لغة أنت would like to learn you need to practice it. اتعلم and practice. When of course شيء طبيعي جدا إنك أنت عشان to practice you need to surround yourself مع الناس بيتكلموا اللغة. يعني صراحة كده الفترة بتاعت الروسيرس يعني علمتني شديد، خلتني اوف كورس اي زول بيكون عنده هواجس وكده وبتاع، لكن انا مضطر وقتها انه انا تو براكتس، لانه المقاول صيني ودول المان، ما في زول كان حتى انجلش وذن ماذر تانك يعني كثير من الناس الموجودين، لكن يعني get out of your comfort zone and practice. يعني this is important. يعني شكرا كثير دكتور. تسلم.
ودي نصيحة، دي نصيحة جميلة جدا جدا. أنا شخصيا ما خش يعني، أنا درست عملت البكالوريوس هنا في بريطانيا، ودرست عملت الماجستير وكل دراساتي هنا في بريطانيا. يعني في سوريا عملت يعني بديت الدراسة بتاعتي يعني كانت بالعربي، يعني ما مشيت مع حد بتاع لغة يعني على الإطلاق. ما مشيت مع حد بتاع لغة. تعلمت اللغة بس براي من الشارع. بعد ذاك لما دخلت الجامعة عملوا معي انترفيو وكده. يعني بعد ذاك زي ما قلت أنت، يعني لما تتخطى يدعوك في المويه كده بتقدر يعني بتقدر تعوم يعني. بالضبط. ان الانسان على نفسه بصيره. بصيره. طيب بدينا مشينا لمرحله الجامعه، عالم جديد، بيئه جديده، يعني كل شيء مختلف تماما. قدرت كيف انك انت تثبت اقدامك؟ اوكي. صراحة طبعا كانت experience absolutely مختلفة. يعني شرق ألمانيا من الحتات النادر وجود اللاجئين فيها كويس، أو وجود المهاجرين أو وجود الطلاب الأجانب فيها. فعشان كده الناس كانوا they are very scared and skeptical، يعني وجود الناس حواليهم. It's funny يعني مثلا من الاكسبيرينسز الواحد الحياه اللي بتواجهك يوميا، انت بتركب القطر المترو مثلا او يسموه هنا الشاسنبان يا ومجرد ما تدخل تلقى الناس كلها بتعاين فيك صباح مثلا. فنادر ما تلقى زول اسود البشره موجود حولك او في القطر، فانت بتشك انك انت مالك، ملابسك ما مكويه ولا الحاصل شنو ولا. والموضوع كان يعني اتس ريلي تشالنجينج. لكن انا اقول لك يعني يمكن الاكسبيرينس بتاعت الواحد في المالتي كلتشرال انفايرمنت اللي انت ذكرتها كويس، انطلاقا من حياته في الفاشل للحصحيصه للجامعه لكده، بتخليك تكتسب سيت اوف سكيلز انك تعرف تتعامل مع such awkward situations. الحاجة الثانية تركيزك انت على هدفك وحاجاتك، يعني بيخليك تتغاضى عن حاجات كثيرة جدا جدا جدا، وتركز يعني بي focused في الهدف بتاعك والحاجات الجانبية. الانفايرومنت في الجامعة نفسها كانت مختلفة، يعني كان في بدت الحياة بتاعت الانترناشنال لايف تكون موجودة. احنا تاني دفعة تقريبا انترناشنال في الوقت ذاك، فبدت الحياة من الناس يكون في international environment. طبعا نحن كناس foreigners أسهل حاجة بالنسبة لنا to stick مثلا للناس foreigners، لكن أنا I made a decision إني يا أخي okay yeah that might be the easiest way to survive، لكن always choosing the most challenging way. The most challenging way إنك أنت تتعرف على ناس ألمان و get knowing the culture دي بصورة 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 يعني more deeply. فصراحة على نطاق الحياة الاجتماعية برا الجامعة وضع كان صعب شوية، يعني شرق ألمانيا من الحتات المعروفة شوية في نوع كده من الناشناليزم، لكن على نطاق الجامعة عنصرية أيوة على نطاق الجامعة كانت الحياة أسهل. يعني الطلاب الألمان أو كده أو بتاع الواحد قدر إنه يعني قدر إنه مثلا يتعرف عليهم بصورة أفضل. طيب طبعا دي بالمناسبة دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكسر الزول أو تبني الزول. يعني أسهل عشان كده نحن بنلقى يعني السودانيين في الفترة الأخيرة بيجوا في أوروبا كتار جدا جدا. طبعا بيجوا يعني ما زي زمان، يعني زمان ممكن تقعد في مدينة ما يكون فيها سوداني، لكن هسه بيبقوا كثار جدا. يعني أنا شخصيا أنا ده رأيي، إنه شايف واحدة من الخلت إنه يعني السودانيين بالمناسبة بسيطين نجحوا في أوروبا. ما تسمعوا إنه كمية الناس اللي قاعدة في أوروبا وده جاي من لندن وده ماشي برلين وده جاي من النجحوا بسيطين. واحدة من الحاجات اللي بتخلوهم ما ينجحوا بعيشوا في 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 مجتمعات منغلقة. تمام، يعني سودانيين الصعوت الشمار الفول زيت السمسم الحاجات دي كده. انا شخصيا مما تغربت يعني مما مشيت الجامعه في سوريا ومين بتقول لي انا رسلت زيت السمسم نو ما عايز ليه؟ مش انه انا ما يعني رافض الحاجه دي وكده، يعني شنو انا لو ما اكلت زيت فول يعني حموت زيت سمسم يعني حموت يعني شنو يعني انا امشي اكلف لي زول جاي من السودان عليك الله شيل لي معك باغت زيت سمسم وادالي ولدي والله شط ليه عشان شنو يعني؟
ما يعني انا بفتكر انه دي واحده من الحاجات اللي بتخلي انه الزول، انت كل ما كنت مربوط مع ذكرياتك كتير، كل ما كنت مربوط مع الباك جراوند بتاعك كتير، ما حتتعرف على المجتمع بتاعك الجديد. يعني انا دي وجهه نظري في الحته دي. والله بتفق معاك يا دكتور، هو مهم مهم جدا في الحياه انك انت تطلع من الكومفورت زون حقك انت. انت as long as انك انت قاعد في الكومفورت زون حقك انت ما حتتعلم. يعني you have to challenge yourself. يعني the odd thing that odd to you, try to go towards it. يعني I think this is the best way you can learn and acquire يعني new experience. ده كلام مهم جدا. I mean ما في زول، of course الحياة الاجتماعية جانب مهم والترابط الاجتماعي نحن كسودانيين مهم، لكن اتخيل لي من المفيد بمكان طالما نحن موجودين في بلد زي إنه نتعلم من الشخص الثاني ده الكالتشر حقته، أو نطلع من الكومفورت زون حقنا اللي بيخلينا إنه نحن كسودانيين قادرين نتعامل مع بعض ونتعامل مع الحاجة الغريبة. إنه التعامل مع الحاجة الغريبة بيخليك to get these soft skills، انك انت حتى الاكسبتنس بتاع الشخص الثاني بتقدر to tolerate the differences في الحياه. بالضبط كده. طيب يا دكتور نمشي للمرحله بتاعت الماجستير. طيب الماجستير بديت الماجستير في 2000 نهايه 2011 actually، يعني بدايات 2012 في تخصص هندسه محوسبه، وخلصت في 2013 خلصت ماجستير الحمد لله كمان بامتياز، وكمان بأول الدفعة في الماجستير. ف it was a bit shocked لكن it happened that way. يعني يمكن الديترمينيشن بتاع الواحد وكده، I'm not competitive في الحياة. يعني دي واحدة من الحاجات اللي أنا would like to show people. And I'm not competing with people. يعني أنا I don't mean إني يا أخ أنا I have إن أنا to be like the top of the class أو كده. لكن one of the thing that I do, I compete with myself. I compete with myself every day. يعني مثلا like every stage of my life will يعني today for tomorrow I'd like to become a better يعني version of me of today. يعني every day. فدي حاجة مهمة جدا. الواحد ما يحاول إنه to compete with other people، لأنه الناس التانين عندهم أصلا conditions مختلفة. It's gonna be the same. أي زول جاي من backgrounds مختلفة، عنده conditions مختلفة socially, economically, from all the aspects. لكن the person that you know the best is you. And I think it's the only person that you should compete with. And if you would like to develop, then لازم to have the mindset of competing with yourself. يمكن دي حاجة اللي خلت الواحد إنه يقدر to develop fast، لأنه حاليا أنا جيت دارس هندسة مدنية ومشيت لتخصص مختلف نوعا ما، وبدرس الحاجات لأول مرة أنا أسمع بها، لكن it was challenging. When I like to be challenged. يعني واحد من الناس يعني when you put them on challenge I can يعني I get more motivated ممكن to succeed better من انه مثلا I'll be like on the comfort of my like on my comfort zone. ف يمكن التشالنجز اللي انا مريت بها كويس، يعني بالذات الاكاديميه، في اني اوكي انا دارس حاجات مختلفه وحاليا دي حاجه مختلفه تماما، واجي كويس to compete من ناس من مختلف الدول كويس، يعني أو إنك أنت تدرس من ناس من مختلف الدول، هم بطبيعة الحال وضعهم الأكاديمي أحسن مني، فthat was also challenging كويس، لكن حاجة أنا تعلمت منها كثير جدا، إنه the best way يعني إنك to unleash your potential إنك أنت to challenge yourself and compete with yourself every day. يعني فخلصت الماجستير في 2013، وانا got the opportunity انه انا to pursue ال PhD في the same institute، لكن it was in a full-time funding position، فكان مفروض انه
يعني to work even more. طبعا زي ما قلت لك يعني شيء طبيعي انك انت بتشتغل اثناء ما انت بتعمل في الماجستير وكده، لكن في البيتش دي حسيت انه الحاجه دي ممكن تكون مرهقه شويه وممكن تخليني يعني مثلا to lose focus. يعني في الماجستير عموما الطلاب بيشتغلوا الاشغال بتاعت اللوجيستكس، بتاعت مثلا الاشغال الليبرينج ورك، تقرا كتاب لزول، تعلم زول لغه، تفرتك مكتبه، كل الاشياء زي دي بطبيعه الحال people do during فتره الماجستير. يس. وبعدها طبعا بعد ده كان the decision to do a PhD or not. زي ما قلت لك انا never plan that much ahead، يعني لحد ما انا خلصت الماجستير I got this opportunity offer من البروفيسور انه انا I do my PhD. I ما كان اتخذت القرار ده انه انا I do my PhD. كنت رجعت السودان وديت راجع مره ثانيه، لكن ما بين قرار رجعت السودان وبدايه PhD برضه got I tell you maybe a story. لما خلصت الماجستير و I booked my tickets and everything ان انا راجع السودان وراجع تاني to decide whether انا I do a PhD or look for a job ولا what I do next، كان في opportunity انه يا اخي انا to join a conference. يعني في عادي 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 اوكي. صراحة وقتها ما كان عندي يعني you have to pay to join a conference يعني and present your work بتاع الماجستير وكده. ف I didn't have like all the money and I had to borrow half the money يعني for the sake of يعني also investing on myself. Okay. ف I did that. I did إنه أنا I went to Prague, Czech Republic and I presented my work there. It was first time experience in Nana to be surrounded by the scientific community. بالحجم ذاك. It was CIFRA conference 13, 2013. ممكن عندي صور في الفيسبوك عندي الحدث ده. فرجعت السودان. أنا في السودان يعني I got an email من واحد من البروفيسورات إنه يا أخي senior presentation هناك و I was impressed و I have a position now and if you'd like to please come next week for interview. فقلت له يا أخي والله حاليا أنا ما في ألمانيا لكن I'm coming in 2 weeks كويس. ف if it's possible yes then I came back to Germany و I went to the interview بصحبة واحد من أعز الأصحاب خالد أحمدية when I got the job immediately. يعني it was a full funded PhD position as a research assistant في جامعة هانوفر هنا. فأنا حكيت القصة دي لي just to tell people إنه يا أخي زي ما قلت لك life is an outcome of a small decision that you make. Most important thing as I always say invest on opportunities and invest on yourself. يعني في حاجات صغيرة انت you think انها it doesn't matter لكن في واقع الحال it does matter. طيب النقلة من الماجستير للبي اتش دي، النقلة من الماجستير للبي اتش دي كانت نقلة صعبة جدا جدا جدا. انا جيت هانوفر المدينة الحالية أنا قاعد فيها دي يوم 31/12/2013 يعني هانوفر في شمال مش كده في شمال تقريبا شمال يس وسط شمال. للأسف الشديد يوم واحد أنا مرضت مرض يعني سبحان الله يعني مرضت شوية كان عضال وكان مفروض أنا to start my PhD يعني 30th of February يعني الـ research assistant position. فمرضت و being admitted to the hospital وقعدت فيها for very long time. يعني بالنسبة لي ده one of the يعني hardest يعني experience and harshest experience ever. فقعدت في المستشفى يمكن حوالي أو كنت عيان يعني
اون اند اوف الهوسبيتال لمده 3 4 شهور. ف لحد ما خلاص يعني كده ان فاميلي ميتنج، يعني الوالد الله يديه العافيه خلاص لايك خلاص كان اي هاف تو كم باك يعني تو سودان، كويس ارجع السودان وكده يعني. ف it was hard، يعني كان صعب جدا لانه انا نقلت لمدينه جديده. وفعلا يعني الايام الاوائل كان جا معايا صاحبي واحد ثاني استاذ الدكتور عبد الناصر الله يديه العافيه، لكن هم رجعوا. ف I was had to fight that myself، يعني انا جيت مدينه ما بعرف فيها اي زول، لكن كتر خير بشمهندس سارة الشيخ يعني صراحه ما قصرت، كان بالتليفون بيتابع معايا وكده وبتاع، لكن انا ما كنت بعرف اي زول في المدينه دي. ف I had to go through all this struggle myself يعني. فالمهم صدر القرار من السلطات العليا الوالدة ان انا ارجع السودان وكده، لكن في سلطات عليا برضه سبورتد ماي ديسيشن، يعني الوالد كان سبورتنج ماي ديسيشن انه اوكي انا شود ستاي. انا ميد ا ديسيشن يعني وقتها جد كنت عيان عيان لدرجه شديده جدا جدا، لكن اي ميد اب ماي مايند انه يا اخي اف ام جوينج تو داي ايفينشولي اول جوينج تو داي and I would like to die that pursuing my goals. And قررت واتصلت على البروفيسور، يعني ما قصر بروفيسور غايمون وولفز، وصبر صراحة قرابة الشهرين أو 3 شهور إنه هي يعني hold that position for me. وإنه يا أخي أنا حبدأ I try to start slowly، ممكن أجي ساعة واحدة في اليوم وأرجع، أو مثلا أغيب يومين وأجي مرة. في slowly I started لحد ما الحمد لله يعني بعد يمكن 6 شهور ولا 7 شهور things got better. دي قصتي مع بداية الدكتوراه في جامعة لابنس بهانوفر. والله يا أخي الحمد لله على السلامة. طبعا هي أصعب الحمد لله يمرض في الغربة طبعا، يعني حاجة يعني ليك أنت مرض عضوي ومرض معنوي، لانه بيكونوا هناك ناس البيت مقلقين، ذاته دي ريفلكت يعني بتتعكس عليهم كده يعني. فالحمد لله رب العالمين. طيب بدينا الدكتوره الدكتوره دي يعني ما لنا هي برضه يعني رحله ما سهله يعني، وبالذات لما يعني السوبرفايزر بيلعب فيها دور كبير جدا جدا يعني. ده ممكن يوقف لك وقف حالك يعني في البيت شيء، وممكن يعني تحصل حاجات كثيره جدا. المواقف اللي حصلت يعني في الفتره بتاعت الدكتوراه يعني. طيب maybe here in Germany pursuing a PhD is a bit different. يعني عندنا هنا ما بعرف انا في الفيلدز الثانيه، لكن في الانجينيرنج in Germany most of the time you will be left alone to pursue your PhD. يعني role بتاع supervisor يعني بالذات اللي بيسموه دكتورات فاتا أو ال PhD father if you can translate it so دائما بيكون minimum. كويس يعني بيكون minimum. لكن I have to mention يعني أنا واحد من ال intermediate researchers يعني supported me a lot في الرحلة بتاعت الريسيرش. ف definitely it was challenging. انت بتطلع من 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 environment انت you're being taught يعني كده lectures وبتاع وهنا، وفيها نوع شوية من التلقين طبعا يعني بيختلف شوية عن مرحلة البكالوريوس لمرحلة بعد كده انت you're respected انك انت to invent the wheel. ف او ات ليست يعني يو هاف ا سوليد كونتريبيوشن في ال ساينتفك يعني في الساينس. ف ات واز فيري تشالنجينج ان مور تشالنجينج، لانه صراحه هنا الالمان لايك ذيف جوت ذات كلتشر ذات ذي ورك اندبندنتلي. يعني supervision, as I said, is very minimized to the way that you need to find your way yourself. لكن الحمد لله يعني I could really find my way. يمكن يعني that I got better. يعني that was a great motivation بالنسبة لي. I was very dedicated. يعني واحدة من الحاجات أنا very stubborn. يعني برضو شديد في حاجاتي.
فبرضو يعني فاي اي اي ريلي يعني ديسايدد يعني طالما ربنا انعم علي بالصحه when I was getting better I wanted to put يعني 100% of my effort في الـ في البي اتش دي. مجال كان مختلف برضو يعني هو برضو في الهندسه المحوسبه. الدكتوراه الاولى عملتها في نمذجه المواد المركبه والوصلات الهجين، دي وصلة هجين بين composite material aluminium devoted لل car like ال hybrid car type of bodies ال Audi A7 and so on. However, the sport car assures. المهم الحمد لله قدرت أخلص الدكتوراه في 2017 بحمد الله وتوفيقي. خلصت أسرع الدكتوراه في تاريخ المعهد، خلصت 3 سنين يمكن وثلاثة شهور، وكانت أول دكتوراه في تاريخ الكلية بنظام ال cumulative thesis المنشورات العلمية. نشرتها في مرحلة الدكتوراه 4 ورقات علمية في مجلات international journals peer reviewed يعني one of it with impact factor almost 8. Yes, في تقريبا 3 سنين. ف yes, الحمد لله يعني ربنا وفق في الحياة. You got excellent في PhD الحمد لله. طيب يا جماعة، بس في 3 حاجات كده أنا لابد أذكرهم هنا. نحن هنفتح الدسكشن بعد شوية يا جماعة، يعني أي زول عنده سؤال أي حاجة عايز يوصلها للدكتور عامر مرحبا بيه. طبعا قبل ان احنا نرتب للحاجه دي، يعني كنا يعني دكتور عمر دكتور سوري دكتور عامر قام قال لي اللغه، قال لي انا يعني تقريبا يعني الكلام كله بقى في اي انترفيو كده بقى بالانجليزي فيتعود يعني. فانا اصريت عليه انه ياخذ راحته يعني يتكلم حتى ذاته، عشان ذاته يدي موتيفيشن للناس يعني الليله. والله أنا لما نشوف دكتور عمر يتخرج من جامعه السودان وسوداني زيي، ويعني ما طالع من اسره مثلا غنيه او اسره مثلا يعني اسره عاديه، اسره ياس بتحب العلم، دي الحاجه المميزه والحاجه اللي ممكن تساعدته. لحد ما وصل الجامعه ما كان عنده اي يعني ما كان عنده اي خطه، ما كان عنده اي رغبه، يعني حياته كلها تغيرت بعد سنه اولى جامعه يعني. تمام. اللايف ده حيكون محفوظ زي ما قلت، يعني نحن اصلا خاتين في الارشيف وكده، يعني عندنا يمكن بعد 10 دقائق كده بعد ذاك بنفتح الدسكشن للناس اللي عايزين يسالوا اللي عايزين يتكلموا. تمام. طيب دكتور عمر ما شاء الله تبارك الله خلصت البي اتش دي بتاعتك الاولى في 3 سنة، اسرع يعني اسرع بي اتش دي ما شاء الله في الـ في الـ في, في تاريخ الكليه او تاريخ المعهد. إسبانيا جامعة إشبيلية. أوكي، إسبانيا جامعة إشبيلية. طيب هنا يعني أنا بعد ما خلصت الدكتوراه اشتغلت بوست دوك في نفس المعهد، then I was promoted ل group leader و I've been asked يعني سألوني إنه أبني مجموعة بحثية شغالة في كومبوزيت فتيك. فبدأت وكتبت مجموعة من البروبوزلز وغوت فاندينج، وبدأت بمجموعة بحثية بتاعت في 4 من طلاب الدكتوراه. خلاص أنا وقتها عرفت إنه أوكي يعني I'll like أواصل في المجال الأكاديمي، يعني المجال الأكاديمي مجال الريسيرش أو مجال الجامعة البروفيسورشيب وكده. في ألمانيا بالذات في الهندسة في classical يعني way إنك أنت to become to gain the professorship. يعني يمكن الموضوع شوية مختلف عن بريطانيا، عندكم ما بعرف تقريبا بيكون في lecturer بعدين بيكون في reader زي assistant professor كده. نحنا we don't have that one here. يعني الحاجة الطبيعية في المجالات الهندسية بعد ما تخلص يعني you need to challenge yourself to do a second PhD يعني في تخصص أدق من
مجال الدقيقه اللي انت عملت فيه البي اتش دي. نعم لكن this speech it's called habilitation بالالماني او habilitation. دي it's more or less a self supervised بي اتش دي. You need to supervise yourself in PhD Tanya. It's like challenging yourself. فكان عندي opportunity إن نعمل الحاجة دي في نفس المحل through publications اللي عندي. أنا I write accumulative برضو habilitation and so on. لكن أنا I decided to challenge myself more and do it somewhere else. فقررت إن نعمله خارج ألمانيا, which كانت إسبانيا. الأندلس يعني. فمشيت هناك وبدأت mostly it was online يعني, بس الحاجات الفورمال that I had to do on ground هناك. وبدأت أشتغل في my second PhD تقريبا. I بدأت في 2019 شهر 8 أو 9, وناقشتها في 2020 شهر 9. ف it took me like one year or one month تقريبا لحد ما خلص. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب من 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 هناك بروفيسور زاير. Yes exactly. التحدي زاد, مشينا مرحلة كل مرة the challenge يعني بيكبر. لكن يعني of course يعني كبرى challenge بيدل إنك أنت you've past a level. I never ever had that plan. زي ما قلت لك لحد أنا ما جيت ألمانيا, ولحد مثلا ما خلصت الماجستير مثلا, وحتى ال first PhD I never had that plan إنه أنا stay في الأكاديمية ولا to pursue a professorship. لكن a day after a day things become like أوضح بالنسبة لي. عشان كده أنا I always tell people ما مهم إنك أنت to find out the last destination. أنت start with small goals, execute them the best possible way, and then after that go for the next one. الحاجات بتوضح لك لما أنت to gain more experience, of course, and more knowledge and getting yourself better. الأشياء بتوضح بالنسبة لك. فدي واحدة من المحطات المهمة. لكن واحدة من المحطات اللي برضو أنا حابب أذكرها يعني هي محطات الـ contribution للـ community أو لـ people surround you. yes بالبحوث ولا كده. عموما النجاح الحقيقي أنت حاجة دي you find out. يعني أنا بالنسبة لي هسي حاليا it's really clear. يعني couple of years ago, 5 years ago ما كنت ممكن أصل للconclusion دي. النجاح الحقيقي إنك أنت to reflect الحاجات اللي أنت يعني your personal achievement and success on other people. يعني مش other people, الcommunity من حولك, society, الحاجات الزي دي. فأنا واحد من الناس صراحة بدأت يعني collective work أو contribution to the community maybe late. ودي برضو واحدة من الحاجات when I'm telling people ما في حاجة عندها زمن معين أو stage معين أو achievement معين. Eventually you're gonna make it. حتى سواء كان تحصيل أكاديمي أو مثلا volunteer work or everything. It comes a point you find yourself in like انت ready to give, to contribute. ففي 2016 دي كانت اول اكسبيرينس بالنسبه لي مع مثلا volunteering work يعني بصوره حقيقيه شغل تطوعي. نعم. yes we I co-founded association called Lebanese African Students Association هنا في الجامعه. كانت منصه للنيوكمرز الطلاب الافارقه في اننا يا اخي نساعدهم, نعمل لهم إجراءات, نلاقي لهم سكن وكذا. ف I was chairperson for maybe سنتين تقريبا لحد ما بقيت ما طالب any longer. فدي كانت واحدة من الحاجات. الحاجة الثانية يعني في أثناء الفترة دي we had a conference, a small student conference, نحن how to contribute the best to Africa. يعني لأنه الناس lot of people sent money, goods, do businesses and so on. We wanted to do it differently. ف
فwe thought إنه the best way that from our own experience يعني إننا how to contribute إننا to transfer knowledge and technology يعني really مهمة جدا جدا yes اللي هي نقل المعرفة والتكنولوجيا yes technology نعم yes يعني that's the thing with the kind of starting point of a newborn organization founded here in Germany in 2020, right now called German African Association for Knowledge and Technology Transfer. And I'm very proud in it to be a co-founding and president of an organization, دي حاليا. فأنا صراحة, I think حاليا يعني إنه النجاح الحقيقي للإنسان في حياته إنك أنت صراحة يكون عندك reflection النجاح الشخصي بتاعك انت على الناس اللي حواليك سواء كان الأسرة ولا كان المجتمع اللي حواليك او المجتمع حتى اللي انت قاعد فيه هنا. نعم يعني ده يعني هو مفروض الزول المثالي يعمل كده يعني انت وصلت مرحله بتقدر تعطي يعني اعطي بلا توقف يعني فده بغضني للسؤال يعني في منظمه يعني انت عملتها عندها علاقة بالسودان ويعني اللي هي أنا عايزك أنت تتكلم عنها مش أوكي يس هو دي حاجة برضو مهمة يعني شكرا لتحت الفرصة إنه ممكن أتكلم عن الحاجة دي هي campaign engagement حقي في ال collective work السوداني بدأ من ثورة ديسمبر العظيمة يعني الواحد اتعلم حاجات كثيرة هنا ودي كانت واحدة من الحاجات الواحد اتعلمها هنا في مدينة هانوفر شاكر جدا لكل الشباب الواحد اتعلم منهم حاجات كثيرة جدا جدا والناس اللي اتعلم منهم العمل العام يعني هنا في هانوفر فواحدة من الأشياء دي بشوفها إنها هي كانت ثمرة يعني النشاطات الكبيرة اللي كنا بنقوم بها هنا في هانوفر هي كامبين حملة اسمها سوليدان أو حملة التضامن مع السودان ودي هي it's called سوليدان stands for solidarity with Sudan هي حملة مناصرة وتأييد informative and advocative كامبين للتحول الديمقراطي في السودان ودعم التحول الديمقراطي في السودان هي حملة شعبية وعالمية لتأييد الديمقراطية وإسلام الديمقراطية في السودان الحملة دي قام بها عدد من المنظمات هنا في منظمات الغير حكومية في ألمانيا منها المنظمة جمعية الإفريقية الألمانية لنقل المعرفة والتكنولوجيا منها منظمة أمبايا منها مرصد جرائم ومنظمة اللاجئين هنا ومنظمة سياسات التنمية أو مجلس اللاجئين وسياسة التنمية الهدف من الحاجة دي إنها هي يعني زي ما قلت يعني تأييد التحول الديمقراطي في السودان ومشاركة المرأة والشباب في عملية صنع القرار وفي نفس الوقت برضو يعني البروموشن للقيم بتاعت التسامح والكلتشر والدايفرسيتي وفي نفس الوقت كمان برضو تساهم في العملية بتاعت البناء السلام والتنمية وتحقيق العدالة الكامبين دي إن شاء الله الكيك أوف الرسمي حقها حيكون بكرة الساعة 4 بتوقيت سنترال يوروب الساعة 5 بتوقيت السودان حتكون لايف على الفيسبوك فأنا أتمنى إنكم أنتوا تزوروا صفحتنا وتأيدونا وتحضروا إن شاء الله الكيك أوف حق الكامبين نحن إن شاء الله حيكون في عدة projects that we would like to set to realize أهداف الكامبين منها أهداف projects تنموية وتعليمية وفيها projects تانية يعني educational projects يعني واحدة منها زي سوليدان scholarship that إن شاء الله يعني scholarship would like to set يعني للناس في المجالات الأدبية
عندها علاقة مثلا بالخدمة المدنية أو strategic planning أو كل الأشياء اللي ممكن تساعد في العملية بتاعة استدامة الديمقراطية في السودان. فبتمنى إنكم يعني تكونوا حضور إن شاء الله بكرة في الحدث إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله، يعني اتمنى لكم التوفيق. يعني دي من الحاجات، يعني يعني هي دي الثوره الحقيقيه. يعني انا ما الثوره الحقيقيه بالنسبه لي ما ماسع الناس الحاكمين ولا الناس اللي ما قادرين. الثوره الحقيقيه بتبدا من هنا، بتبدا من الشباب ومن الناس اللي يعني الماسكين على جمر القضيه، يعني بالمصطلح السياسي او مصطلح الثوريه يعني. فنحن او يعني انا شخصيا بؤمن انه البناء المفروض يكون من تحت. يعني حصل لو كان البناء بتاعنا كان الاساس بتاعنا كان متين، تمام، والاساس ده هو انتو يعني. فالاساس ده لو كان متين ما كان نحن السعودي وصلنا لمرحله، يعني انا ما اقدر اتكلم في السياسه لكن الجواب يعني بيقول الجواب باين من عنوان، يعني لسه يعني البلد يعني كل يوم ماشي لأسوأ، وكل يوم يعني حتى ابسط مقومات الحياه ما موجوده، يعني الخبز العيش والكهرباء المويه النظيفه، يعني ابسط حاجه يعني ما موجوده يعني. فده بوري انه في خلل كبير جدا جدا. فالخلل الكبير ده ما بحله ما بتحله يعني قياده حكيمه براها. لازم يكون الناس الجراس روت دي هم ذاتهم مشاركين في الحاجه دي، مشاركين فيها بشنو؟ مش انه يطلعوا ويهتفوا ويرجعوا يعني، لا، نحن دايرين شغل يعني، وده جزء من الحاجه اللي بنعمل فيها يعني. ناس نحن بنعمل في الحاجه دي. وبالمناسبه الونسات دي يعني عملت لنا يعني مشاريع كثيره جدا، ربطتنا مع ناس كتار جدا يعني عبر منصه الباحثين السودانيين، وكل يوم يعني في حاجه جديده بتحصل يعني. فاتمنى انه الناس ينتهزوا الفرصه دي ويشبكوا مع بعض ويكونوا النتوركس بتاعتهم وكده يعني. طيب يا جماعه، نحن قبل ما بعد ده نحن بنخش في المرحله بتاعت الاسئله والديسكشن. لو اي زول يا جماعه، الناس اللي معانا في الزوم عنده مداخله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. حبيب دكتور عامر، حبيبنا كيف عزيز، ان الاخبار؟ شاء الله بخير، يديكم العافيه، كل عام وانتم الله بخير. معك. تسلم والله. الله يديكم العافية يا أخي، ألف مبروك للنجاحات يعني الكبيرة الله يبارك والقصة فيك. الملهمة. تسلم. الله يديك العافية. طيب أنا داير برضو أسأل من أبروتش، يعني ممكن الناس بيكونوا فيه يعني كونفيوز في كثير من الأحيان. في مثل بيقول لك إنه والله فاقد الشيء لا يعطيه. أنا شخصيا الأبروتش في سعيد شخصي إنه فاقد الشيء يعطيه. قد تقدر تستطيع تقدم حاجة وما بالضروره انت تكون في البيرفكت سيتويشن يعني تو جيف ولا تو كونتريبيوت. ابسولوت. فانا من الستوري بتاعتك اللي بفتكره انك انت والله قلت انك انت تاسس نفسك لحد ما تبقى يعني جاهز تماما للمساهمه وانك ممكن تساهم. هل ده بيوري انه في الشخصيه الملامح بتاع شخصيتك انك انت من النوع البيرفكشنست ولا النوع يعني كوشس كده ولا انك لا للابروتش ده صحيح؟ يعني هل تشجع الشباب انه والله يا اخي اسمع، لو انت قدرت تمشي في الدرب الاكاديمي لحد ما تخلص الدرب الاكاديمي بتاعك تماما تتاكد انك انت ممكن تساعد، لكن ما تهتم يعني مش ما تهتم، ما تشغل نفسك ولا تخلي نفسك ديستراكتد بالناس اللي ورا. نحن بس انا في المجموعه بنفتكر انه اي زول خلص الماجستير ممكن يساعد ناس البكريوس، اي زول في البكريوس ممكن يساعد ناس الثانوي والى اخره يعني. فشنو دارك بس تدي شوية إضاءات في الحتة دي؟ طيب أنا يعني شل قصدته إنه الزول not to worry، لأنه ناس كتار الواحد يعني بيحس إنه ما didn't reach the goal أو مثلا أو الحاجات ما حصلت أو ما كان عنده achievement. الحاجة اللي حبيت أقولها إنه يعني في حاجات ما عندها وقت، يعني أنت you can't decide for it. Let things work on yourself. يعني انت even if you can't give right now، يعني حاسس نفسك انت ما عندك حاجة، work on yourself until you can. لو انت of course you're ready to give then do it immediately. لكن اذا انت حسيت مثلا انت هسي ما عندك achievement، لانه الحاجة دي بتكون محبطة شديد جدا بالنسبة للناس. انا like many things comes naturally، يعني في حاجات كثيرة بتحصل
للواحد بصورة very naturally. يعني فعشان كده أنا قصدت إنه يا أخي ال 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 الواحد ما يربط الأشياء بقيد زمني أو مكان أو مثلاً achievement معين أو كده. work on yourself، لأنه أنا بعتقد تماماً إنه ال set of skills that you build in yourself always will be المحطة اللي أنت ممكن تنطلق منها عشان to achieve أي حاجة. في ناس الواحد بيلقى روحه engaged في الحاجات الأكاديمية وما عنده contribution لل collective work ولا كده. But I just wanted to say إنه it comes، يعني it comes within time، it comes لو ما الليلة it comes tomorrow. وفي زول بيلقى روحه إنه هو very much engaged في الحاجات مثلا التانية، work في الصناعة في الاندستري أو مثلا في الحاجات ال collective work، وما عنده academic contribution. It's never too late، it also might come. فالنقطة المهمة إنه يا أخي no matter what you're doing always work on yourself، and when you can you can give. يعني بس تمام. طيب في مشروع قبل كده بتذكر ايام الفريق السوداني لاستجابه مع كوفيد 19 كان كلمتني على ال 3 دي برينتر اللي عملته في جامعه في اسمره ولا وين؟ في واحده من الدول الافريقيه. يس يس اي. فالمشروع ده طالما احنا بنتكلم في التكنولوجي ترانسفير وكده دارين تضيء لنا عن الموضوع ده، وانه ليش طيب. جات من وين اصلا طيب. وكيف انه ماتيريالايز وبعدين طيب. كيف امكانيه نعمله مش في جامعه السودان ولا الخرطوم، لا لا في جامعه الفاشر ودونجول وكده. يس. المشروع ده كان مشروع هو ما 3 دي برينتر لكن ماسحه اوتوماتيكيه في اسوسيشن هنا هي actually formed بمجموعة كبيرة من الناس اللي عندهم somehow a connection to Ethiopia، وقرروا إنهم to support يعني ال Ethiopian students يعني through such project. فالفكرة من المشروع إنه يا أخي to develop and design and produce ماسحة أوتوماتيكية من مواد محلية في إثيوبيا. والمشروع ده from A to Z to be يعني managed and also developed and executed by Ethiopian students يعني من جامعات إثيوبية. الفكرة الأساسية كان إنه ياخذ الطلاب دولة في نقص في الكتب، فكان الفكرة إنه ياخذ تسكان البوكس دي كلها الموجودة في المكتبة وفي نفس الوقت تخطى في platforms إنه الناس ممكن يكون عندها لا access يعني. فدي كانت الفكرة الأساسية. بطبيعة الحال أفكار زي دي إن شاء الله أكيد ممكن تنقل. إحنا it's a newborn association, a German African student association، لكن we know very well إنه انطلاقة بتاعتنا إن شاء الله حتكون من السودان. we agreed upon that في البورد حقنا بطبيعة الوضع حاليا في السودان، وإن السودان مر بترانسفورميشن. we're working on setting إن شاء الله projects our contribution حاليا fully devoted للكامبين بتاعت سوليدان، but our projects that related to knowledge and technology transfer will be in Solidan campaign. Definitely 100% currently our main focus is to help and facilitate العملية بتاعت knowledge and technology transfer to Sudanese community or policy makers ولا industry ولا so on. طيب في واحدة برضو من الحاجات المهمة انه معظم الناس اللي بيجي بانترناشنال ان جي اوز ولا بيجي بيحاولوا يعملوا تكنولوجي ترانسفير شفناها مثلا مع ناس في انجلترا في امريكا في كذا سودان نيكست جن ما عارف سودان نوليدج الورد اسوسيشن فور سستينبل ديفلوبمنت وغيرهم بيجوا طوال البوليسي ميكرز والديسيجن ميكرز في السودان وديل ما بيعملوا لك اي حاجه فبالتالي البايلوت زي ما بتموت قبلها ولا بتجي تموت في الجامعات الكبيره السودان الخرطوم النيلين الى اخره بتموت قبلها. هل انتوا عندكم ابروتش ديفرنت على اساس انه الحاجات فعلا تنزل ارض الواقع؟ يعني طالب الليله في جامعه البحر الاحمر يتوقع انه والله حيكون عنده سكانر يعني اوتوماتيك عشان يعمل سكاننج للكتب و ميبي برينتر ماسيف كده يطلع كتب للطلاب كلهم،
ولا برضو حنجي في انه والله اذا نتكلم مع ما اعرف حمدوك والله يا اخي وزير شنو جه لسه وشران يعني نفس الستوريز المحبطه اللي بتعيد انتاج نفيسه. دينا الحمله وبالتالي البروجكت ذات ويل بي وركينج اون انه نحن الانكلوزيفيتي يعني الحمله دي يعني دينا حقها انها هي صوت من لا صوت لهم. الفكره الاساسيه بتاعت الحمله انها تو انكلود بالتالي برضو البروجكت كل الناس في بالذات الشباب والنساء في العمليه بتاع صنع القرار في السودان. فبالتالي most of projects that we are actually now working on inshallah هي 100% devoted to grassroots and بالنسبه لنا دول the most important فئه يعني حاليا. فنحن definitely we have to learn من الاكسبيرينس بتاعت الناس الثانيين, لكن projects we're working on through Solidan campaign يعني حتى the way that GAC, the German African Association, will be involved in definitely targeting a grassroots. يعني that's for sure. تمام. سؤال اخير, هل في اي advocacy يعني plan في القصه دي مش في الجانب البوزيتيف في الجانب النيجاتيف if things يعني ما مشت بالطريقه اللي انتوا دايرينها ولا بتاع, هل حتكونوا advocating في الجانب الثاني بتاع human rights ولا؟ Yes, Solidan is an informative and advocative campaign, definitely. Advocacy is one part of the campaign itself, definitely. اوكي, شكرا جزيلا لك والله سعيدين بك يا دكتور. تسلم يا دكتور. شكرا لك دكتور ياسين. الله يسلمك العافيه يا دكتور نور يا اخي, تسلم كثير. طيب يا جماعه تفضل لنا زي بالضبط 13 دقيقه يعني. فاي واحد يا جماعه عنده مداخله يتفضل. هيتش بي, انا شايف اسمك هيتش بي, افتح المايك ويتكلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه. اولا بنرحب بالدكتور امين والاخ دكتور ياسين على الجلسه الجميله. نعم. جدا واللي كنا بنتشوق وعندنا كم يوم منتظرينها على فكره, يعني نحن متابعين من اول ما حدث اعلان في انه حتكون في مداخله من الدكتور زين. انا شخصيا واحد من الناس اللي يعني يمكن تربطني علاقه مكانيه بالدكتور, انا من الفاشل يا دكتور وكنت اهلا يعني من ناس الفاشل. الله يبارك فيك. أنا كنت دفعة وراك في جامعة السودان بس يمكن ما كان في تداخل بيننا شوي. سبحان الله. سبحان الله, صدف كثيرة جدا. الآن أنا برضو مهندس إنجينيرينج سيفل إنجينيرينج في بريطانيا. ما شاء الله. فرصة سعيدة وسعدني جدا بشوفك. ألف مبروك على النجاحات. الله يبارك فيك. وإن شاء الله إن شاء الله حنلتقي في يعني لقاءات أخرى كثيرة جدا. إن شاء الله. نضيق الوقت. أول شيء بنهنيك على النجاحات وعلى الموضوع بتاع التكنولوجيا. تكنولوجي ترانسفير, لانه حياخد زي ما تفضلت انه بكره ان شاء الله حيكون البيك اب بتاعتك دايرين انك بس تركزين على الحته بتاعت الاونلاين ستاديز, لانه نحن كما يعني الناس عندنا نوليدج بسيطه مقارنه باخرين في مجالات كثيره, في اصحاب دكاتره في مختلف التخصصات. الان كل شيء بقى نسبه للكورونا فيروس اونلاين ستاديز. نحن الان في الجامعات, انا الان موجود في جامعه في برمنغهام بعمل أونلاين ستوريز, فدايرين نوصل الفكرة بتاعتنا ونعمل تكنولوجي ترانسفير زي ما هو الأيم بتاع الأورجنايزيشن بتاعتك. فخلينا نستغل الوقت ونستغل الظروف المتاحة. الآن نحن نتكلم في الفيسبوك بكل حرية, افتحوا لنا نص أونلاين, اعملوا دعم للجامعات للإنترنت يكون أفيلابل في مايكروسوفت وير تيم ممكن نستغله, هنعمل أونلاين ليكتشرز, هنعمل تكنولوجي ترانسفيرز, وفروا لنا الانترنت في الجامعات. نحن بنعرف نوصل المعلومه للطلبه حتى ولو كانت من خلال لايف ستريم على الفيسبوك على كل شيء عندنا. بنجيب ال الماتيريالز في البيت بنشرح لهم ونعمل لهم. دي واحده بتعمل سبورت كويس جدا, لانه نحن كنا طلبه. انا تخرجت من جامعه جوبو, درست في جامعه السودان, درست في اليابان ماجستير في ويست كوست تريتمنت. وشكرا جزيلا ما عرفتني يا باشمهندس, ما عرفتني باسمك. اي والله انا ابو عبيده عبد الحميد محمد محمود. ابو عبيده كلامك طيب جدا 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 صراحه, يعني كومنت يعني I will for sure consider and maybe that would be a starting point for
projects نحن ممكن to strive to get funding for. صراحة very inspiring. I'm very thankful للمداخلة بتاعتك وكلام ممتاز جدا. أنا أوعدك إن شاء الله we'll take this into consideration وديسكس الحاجة دي مع ال executive boards. ودفنتلي دي فكرة نيرة جدا جدا تبقى projects وreal contribution للوضع عندنا في السودان. شاكر لك جدا تمام جدا. تمام. Like stable internet, you know how to deliver the job. Absolutely. Thank you. شكرا على الفكرة باشمهندس أبو عبيدة. نحن يعني ده الهدف بتاعنا يا جماعة اللي هو تلاقح الأفكار يعني لحد ما يعني. طيب يا جماعة الناس اللي في الزوم في قبل شوية في زول رافع يده لكن في زول كان رافع اتفضل أحمد. السلام عليكم مساء الورد يا دكتور عامر. السلام عليكم محمد إسماعيل. كيف صحتك ودكتور ياسين ودكتورة تانية في بريطانيا؟ والله صحتكم يا أخي ما شاء الله ومبروك يا أخي على النجاح الكبير وعلى السيرة الكبيرة بدأت بالنجاح وبالأكاديمية أمين مقاتل في اتجاه الديمقراطية إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله لقدام. يلا والله عندي سؤال لكن سؤال يمكن يتأخر شوية ف يعني لأنه تقريبا يعني كل العلماء اللي يعني المهم عملوا بصمة في حياتنا دي فكان مروا بنقطة تحول ف يعني لابد الإنسان عنده نقطة تحول. فيلا أنا لأنه أنت قلت إنه في البداية تقريبا في الثانوي وأنت يعني تقريبا ما بين نجاح وبين ما الفشل كويس وفي نقطة أنت قدرت قلبتها كويس وانطلقتها كويس ودي ممكن يعني هنا بيكون في نقطة تحول ما قدرت أفهم كده بالضبط شنو النقطة التحول دي ويعني كان فعلا والدين لعبوا فيها دور ولا الوالدة لعبوا فيها دور كده كبير شوية الصوت اختفى الصوت اختفى انا ذاتي ما سامع ايوه سمعنا بدايه كلامك لكن الصوت اختفى انا ممكن اسمع نقطه تحول كانت شاكوش والله ميبي كده واضح كده واضح كده واضح ايوه كده واضح يلا طيب يلا يا دكتور يعني قلت انه في يعني تقريبا يعني لاي انسان ناجح تقريبا وحتى علماء كبار فيمكن في نقطه تحول يعني عندك ناس كبار يعني اينشتاين إساك نيوتن وكده فمروا بنقاط التحول فيمكن هنا في نقطه تحول فيلا في نقطه التحول دي انت بنفسك يعني قدرت قلبت على النقطة دي وانطلقتها ولا لقيت دعم من الوالدين وكده فنحن ما شاء الله يعني والدة متعلمة الوالد دكتور وعندك أخو برضو دكتور وكلها ما شاء الله يعني فيلا الأكاديمية دي الكل اللي غيبه يمكن دور في نقطة تحولك ولا أنت براك كده قاتلتها ومركت منها يعني بطبيعة الحال كمان مع كثر الكلام دكتور ياسين قام ذكر انه اي صح انه السودانيين تقريبا يعني في اونا الاخيره يعني عددها كده شويه زادت في اوروبا وانه يعني عدد ناجحين منه يمكن شويه بسيطه ف يعني اساس انه يعني اللي هو وضع بتاع الانسان اللي جاء كلاجئ تختلف عن وضع بتاع الانسان اصلا جاء كاكاديميك كويس فالفرصة اللي بيصل الإنسان اللي جاء يعني أكاديمي فيمكن هو خلال سنتين ثلاثة سنة وما حيصل الإنسان كلاجئ مثلا يا إما أنت تقادم المهم دي يمكن يعني عوامل كلها طلاب في دور الفشل فالناس ما كلها عندها صبر كفاية إنه تقاتل وتقاوم الصعوبات دي والمهم دي ممكن واحدة من الحاجات اللي بتلعب أدوار كبيرة تسلم شكرا الله يديك العافية يا أخي مداخلتك جميلة تفضل يا دكتور عمر دكتور عامر تسلم شديد جدا محمد على الكلام طبعا يعني انا حكون يعني جاحد لو ما قلت لك انه صراحه انا ما كان ممكن اعمل ولا حتى 1% من اي حاجه انا قدرت to achieve it without the role of my family absolutely انا I always believe انه الفاميلي is the most important unit يعني في السوسايتي family comes first يعني في أي شيء في الحياة الدعم اللي أنا لقيته من 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 الأسرة يعني متمثلة في الوالد والوالدة والأخوان والأخوات حتى الناس القريبين والأصحاب حتى
كويس يعني close friends يعني في كافة المراحل حياتي. ده 100% يعني كان له دور كبير جدا 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 في أي شيء أنا قدرت أعمل في الحياة يعني. نعم. فأنا شاكر لكل الناس وعبركم عايز أول حاجة أنا أشكر كل الأساتذة المروا في تاريخ حياتي في كافة المراحل، أنه من علمك حرفا صرت له عبدا. الأسرة يعني بما لا يدع مجال للشك، والموضوع بيمتد أكثر من كده، حتى الزملاء 100% ولو بسيط من الكونتريبيوشن كان عندهم في 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 حياتي، وفي نفس الوقت الأصحاب والأهل وكده. فالإنسان ما ممكن أصلا يقدر تأتيف يعني أي شيء في حياته بمعزل من الناس اللي حوالينه. طبيعة الحال الفاميلي كان لها دور كبير جدا في أي نجاح أنا قدرت أحققه. يديك العافية. طبعا هناخد مداخلة أخيرة لأنه الوقت. صهيب بتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا صهيب. يا مرحب صديقي العزيز عامر. صهيب الأخبار؟ الحمد لله رب العالمين في أحسن حال. طيب أنا حتكلم عن عامر للبعض الممكن يعتقد أنه هو عبارة عن شخصية أكاديمية بحتة. في ناس بتشوف أنه راجل عنده 2 PhDs وعنده ماجستير ومشغول بدراسات وريسيرشز، قد يعتقد أنه الجانب الاجتماعي والاستمتاع بالحياة مفقود تماما في شخصية عامر. الحاجة دي طبعا يعني ما شاء الله تبارك الله غير موجودة. فعامر ما شاء الله تبارك الله لعاب جدا في كرة القدم يا جماعة. ممكن يشارك بمستواه الحالي، ممكن يشارك في المنتخب القومي السوداني، ما شاء الله لعاب جدا. أنا أي زول درس في جامعة السودان أو اشتغل معاه في تمرين بتاع كورة يعني بيشوف مهارات كرة القدم. بيحب التزحلق على الجليد، عنده كمية من الأنشطة الاجتماعية والرياضية وسباحة. فالإنسان ممكن يوفق بين الجانبين. فما شاء الله في النموذج بتاع الباشمهندس عامر، ونجح تماما في أنه يستمتع بحياته الاجتماعية مع زملاء وأصحابه، محبوب جدا. الجانب الرياضي، المسجد، شخصية مربوطة يعني علاقته مع المسجد علاقة وطيدة جدا. يعني حاجة نشهد بيها يعني ما شاء الله تبارك الله، دائما توفيق الله سبحانه وتعالى مربوط بالعبادات. نعم. فدي دي دي حاجات ممكن بعض الناس بتعتقد انه اجتماعيا وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى وتفرغك للعبادة ولا كده ممكن يمنع تقدمك الأكاديمي والفايس فيرسا، لكن ما شاء الله تبارك الله صلواته علاقاته ده جانب ممكن الناس تكون يعني ما عارفه عن شخصيته. أنا حبيت أقدم المداخلة دي لأنه أنا اشتغلت معاه من 2010 في الدمازين، وبرضو معانا يعني واحد في الزوم هنا شايف موجود، غازي أهلا. كان من الشباب الموجودين معانا برضو في الدمازين، شباب طموح جدا. أنا بعتقد أنه عامر وغازي كانوا من النماذج السودانية نجحت إنها تطلع من الروسيرس من الدمازين في منطقة اسمها قنيص شرق، شغالين في مشروع خلوي بيجوا راجعين لأهاليهم مرة في الشهر ومرة كل كم شهر، لكن توفقوا إنه يحققوا طموحاتهم. وأتذكر أنا عندي يعني لقطة مع عامر في 2010، كنا قاعدين في منطقة اسمها جبل قرقدة. كنا قاعدين على الأرض يا جماعة وبنجدع بحجار كده وبنتونس منتظرين العربية تيجي تسوقنا، لأنه تشحطنا كده في مكان بعيد. فقمت قلت لي إحنا السودان ده حنقعد فضايح. قلت إحنا السودان ده حنقعد فيه لمتين، وهل نحن كارهين البلد ولا كارهين الوضع بتاع البلد؟ فمن الوانا صديق والله يا جماعة إحنا بنحب بلدنا جدا، سواء أنا وعامر أو كل شاب سوداني، الناس بتحب بلدي جدا، لكن ما لاقينا الطريقة المثلى إنه نقدم بها مساعدة لبلدنا. شاكر جدا
الأخ الكريم الفاضل المجتهد دوما في أمور تتعلق بالسودان أنور ضفاء الله، يعني شخصية رائعة جدا. ما معناته إنك متضايق من السودان معناته ما بتقدر تنفع السودان، وما معناته إنك ما قادر تبدع في السودان معناته أنت يعني to give up. I think إنه أي واحد ممكن يبدع في المكان اللي هو فيه بالطريقة اللي بيسهل الله سبحانه وتعالى. وماذا رطيل عليكم، شاكر جدا لدروب النجاح، شاكر جدا لكم يا جماعة إنه استضفتوا شخصيات رائعة زي عامر، وتحياتي لكم جميعا، وأتمنى له التوفيق، ونتمنى إنه نشهد زواجه قريبا إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين، دي الخطوة الأخيرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يديك العافية. الله يسلمك صحابي كثير يا صهيب. ويعني طبعا يعني نحن شوف نحن يعني عمرنا ما نقل على السودان بحاجة، ومنقدم له هو بقدر المستطاع يعني. ف أكيد أكيد يعني في حاجة يعني الناس اللي قد أسرع قاعدين معانا دي كلهم اي واحد بطريقه او ما بيقدم للبلد، يعني انت حتى لو بتساعد اسرتك معناه انت بتنفع في بلدك. لكن احنا دايرين الحاجات دي كلها تكون كده مع بعض عشان ما نقعد نتالم كل مره ده قتلوه ده اغتصبوه دي عمل، يعني دي حاجات مؤلمه للناس يعني بتتعب الناس الكويسين. يعني زول الرسام البطال ده ما بطال ما فارقه معه الحاجات دي، لكن دي بتتعب الناس اللي عندهم أخلاق، الناس اللي عندهم مصل، اللي عندهم قيم. يعني ما الناس اللي أنا ما بتكلم بقول الناس المتعلمين اللي عندهم شهادات وكذا، عمر التعليم ما كان بالشهادات ولا عمر التعليم كان بالمناصب وكذا، يعني فالتعليم بالأخلاق. يعني يا جماعة يعني كنا بنتمنى إنه الزمن يسعفنا، لكن للأسف يعني إنه الزمن خلاص خلص، يعني ساعتين ووسع ماشي فوق الساعتين. يعني كانت رحلة جميلة جدا، ورحلة يعني عميقة المعاني، فيها تحدي، فيها عناد، فيها إصرار، وعرفنا الجانب كله تقريبا كل جوانب يعني شخصية دكتور أو بروفيسور عامر. يعني إن شاء الله قريب يعني بسخاء وبابتسامته الجميلة وكده يعني. ف يعني يا جماعة بس معلش دقيقتين أي مداخلة عشان ما نكون نظلم واحد، في دقيقة وبعدك الدكتور عامر عقب وننهي. طيب تفضل آيفون، أنا ما شايف اسمه. دكتور عامر معلش حن 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 ناخذك. السلام عليكم. آيفون أنا ما أعرف. أيوة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عامر عبد اللطيف عبد الرحيم دين، كيف الاخبار؟ الله يسلمك باش مهندس عامر، دكتور بروفيسور، انا دكتور عمر محمد. يعني I used to be close friends with you يعني long time ago يعني سبحان الله. وانا فخور جدا هسه حاليا يمكن 10 years ago الكلام ده يعني، وهسه انا جدا فخور انت متنسرينا في النجاح وفي السكسس بتاعك وفي الله يسلمك. I'm so proud يعني انه انا I got the opportunity انه to be your close friend one day يعني. الله يسلمك. انا طبيب حاليا هسي في دبي في emergency physician يعني it will be honor to me يعني انه يعني صراحه شفت كل التراك اللي انت مشيته من طلعت من السودان لجيرماني لاسبانيش لكله، I'm ready يعني to do anything يعني through my I'm also here have some society in Dubai like I'm doing some يعني small يعني we're helping people in Sudan like in the last flood in the يعني بنعمل حاجات على قدرنا كده. ما شاء الله ما شاء الله. Why not يعني انت اذا عندك اي شيء يعني بالنسبه لي. والله انت عارف عندك يعني يا ريت تتواصل معي في عندك انا حكي absolutely ايوه حكي. هي حاجات صغيره يعني وترينج تو دو اور بيست يعني، لكن جدا يا اخي والله انا سعيد جدا انه التقي بشخصك يعني بعد سنين عدده بعد 10 سنين. اي أيوة والله، لكن يا ريت لو نتواصل. ما شاء الله تبارك الله يعني I'd really love to get
in contact. يعني أنا حكتب إن شاء الله حكتب لك مسج برقم يو إن شاء الله نتواصل. أنا already I left message for you in inbox يعني you can check. Perfect. Thank you so much. حبيبي. العافية. طيب غازي آخر مداخلة يا جماعة غازي وأنا كتبت الواتساب بتاعي في الـ في الـ في الـ في الشات يا دكتور يعني ممتاز. الواتساب بتاعي غازي آخر مداخلة لو سمحتوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة غازي. الله غازي كيف الأخبار عامر؟ إن شاء الله بخير. الأخبار إن شاء الله طيب الحمد لله بخير الحمد لله. مداخلة بسيطة جدا جدا هي حتكون بعد كلام صهيب الكلام الدائما سمح في خشم سيري زي ما بقوله وما بنقدر نشكرك قدامك يا عامر لكن ما شاء الله وإن شاء الله طوالي من توفيق لتوفيق ومن نجاح لنجاح أكبر إن شاء الله. أسلم والله يديكم العافية. تسلم يا غازي وربنا يديك الصحة والعافية أنت كمان يا أخي يوفقك دائما. نحن برضو فخورين بك جدا جدا بنجاحاتك وإسهاماتك حقيقة. الله يسلم الله يديكم العافية دكتور عامر. كلمة أخيرة قبل ما طيب كلمة أخيرة أنا حابب أول حاجة قبل ما أختم حقول للناس بعض اللينكس ممكن هم يعني to interact with me through it بعض الحاجات يعني if I may share the screen بعدين حختم ببعض الأشياء إذا ممكن to share the screen. طيب لأي زول حابب يعرف أكثر عن نشاطاتي البحثية اللي أنا بعملها والinterest في الأكاديميك interest وكذا ممكن to visit my homepage I'm looking forward لأي user would like to collaborate with me في الاهتمامات البحثية وكذا فأل بي هابي. حاجة تانية إحنا قد تكون ما تكلمنا عنها دي consulting office. This is my own consulting office. It's called Prodean. It's newly founded. وإن شاء الله يوم واحد واحد will be the official establishment of it. فزي ما شايف هنا CEO and founder. I'll be happy to carry any type of work and collaboration مع أي زول في مجال الـ computational engineering ولا الـ IT service ولا الـ exclusive training. دي صفحة German African Association for Knowledge and Technology Transfer. We're working on the homepage. نحن we newly founded in December, لكن we're ready to work with you. يعني إن شاء الله في مختلف الأشياء. We are very open to work and develop projects together يعني مع الناس التانيين ولا to collaborate ولا so on. دي Solidan campaign webpage كويس. And I'll be so happy لو أي واحد فيكم visited our webpage وبرضو endorse us, endorse Solidan يأيد وإن شاء الله بكرة تكونوا في الموعد عشان تدشين الحملة إن شاء الله. حاجات بسيط أنا حابب أقولها تقريبا 4 نصائح يعني that helped me a lot في حياتي بالذات للشباب. الحاجة الأولى أي زول زي ما قلت you should have a purpose في الحياة لازم يكون عندك غاية يعني لازم you should have a purpose. If you don't have one it's not a problem يعني ما مشكلة it's okay not to be okay يعني زي ما بقوله يعني you will eventually find one. Figure it out yourself and learn from your own experience. الحاجة الثانية, you always should have commitment. يعني you should be committed لأي حاجة أنت ممكن to do it. يعني commitment is very important. العزيز كان sorry. أيوة. يعني you should have commitment. ما مشكلة. الأهم من كده resilience. It's okay to fail and you يعني to stand up and to walk again every time you accept failure. لكن accepting failure doesn't mean انك انت to give up. It's okay to fail. And then from there you can انك تنطلق. الحاجات المهمة انك اتعلم دائما واعرف انه الحياة دي it's outcome of small decisions that you make every day. عشان كده be very careful with decision that you make. دائما يعني invest in yourself, invest time, money and everything. It will make a difference one day. The last thing I wanted to share with you
ودي حاجة we all know إنك أنت if you would like to gain more give more. زي ما قلت لكم قبل كده النجاح الحقيقي يعني والله أنا من 5 سنين يعني I didn't reach this conclusion. النجاح الحقيقي في حياة أي إنسان إنه to reflect his own ولا her own success on other people on society ولا كده to leave a fingerprint على الـ على الـ على الـ society or your family close friend أو حتى society that you are living in currently. فدي آخر حاجة أنا حبيت أقولها وصراحة بتمنى للجميع سنة سعيدة خالية إن شاء الله من الكوفيد فيروس الجديدة والقديمة وسنة إن شاء الله نجاح وصحة وعافية وربنا يحقق أمانيكم إن شاء الله جميعا والله بتمنى إنه السلام والأمن والاستقرار يعم البلاد وزي ما قلنا إنه نشوف يعني السودان في مصاف الدول. دكتور ياسين أنا شاكر لك جدا على الأوبرتيونيتي كانت ونسة يعني أكثر من رائعة يعني وبجد شاكر جدا لمجهوداتك. أنا حضرتك 100 من الحلقات وكنت مستمتع جدا جدا ف when you called me يعني you sent me a message I was so happy و يعني it's a pleasure and honor إنه يعني أنا to be in here والله it's a pleasure and honor يعني بالنسبة لي فشكرا لك كثير جدا قمة السعادة. وقف لنا الشير بس معلش عشان عندي حاجة داي اوكي and I have to find it. هسي دقيقة بس واحدة. سعيدين جدا يا جماعة بال 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 بالونسة دي وزي ما قلت يا جماعة الونسة دي هي يعني تبادل خبرات تبادل أفكار تبادل يعني معرفة ف يعني في النهاية يعني نحن لازم نضع البصمة بتاعتنا دي يعني لازم نقول يا جماعة نحن موجودين هنا يعني فأهو ما شاء الله يعني دكتور عامر من السودان من مدينة غير الخرطوم نجح بعد ما كان يعني ما كان يعني دخل الجامعة ذاته يعني زي ما قلنا إنه بس القبول جا كده ودخل يعني بعد ذاك لكن يعني اقتنع إنه الحياة دي عبارة عن أهداف والحاجة اللي أنا طلعت بها ليلة الحاجة الجميلة إنه الحياة دي عبارة عن أهداف صغيرة يعني أنت عشان تصل للهدف بتاعك الكبير عندك أهداف صغيرة تحققها عشان تصل لهدفك الكبير. قبل الختام يا جماعة أيها الملاح وقف بين الجسور فتنة الدنيا وأحلام الدهور صفغ الموج لولدان وحور يغرقون الليل في ينبوع نور الجندول وحكايات الهجرة وحكايات الغربة يعني أجمل حاجة يا جماعة إنه الزول يتغرب لهدف وأجمل حاجة إنه الزول يتغرب وينجح يعني ما 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 تكون غربة يعني ضياع للوقت يعني بنعرف إنه مرات الزول بتحصل له ظروف بتحصل له يعني حاجات كثيرة جدا لكن ده ما بيمنع يعني أصلاً إحنا في مسيرة دكتور عمر يعني حتى في الغربة مرض 3 شهور كان راجد في المستشفى فدي حاجة يعني ما في زول بيقدر يتحملها والغربة دي صعبة جدا ما في زول في يعني زول بيتمنى يتغرب يعني لكن الواحد لو يتحت له الفرصة يتغرب ينجز يعني لأنه الأيام ماشى والعمر ماشي وفي النهاية الواحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه هنا للعبادة والعبادة دي ذاتها ما هي العبادة دي ما مقصود بأنك أنت بس تبقى يعني كاهن تتعبد أو تبقى تتقطع للعبادة وكذا لا العمل عبادة تتعرف على ناس تانين وكده يعني أنا شاكر لكم كثيرا يا جماعة ونحن على أعتاب نهاية السنة سويعات وتفصلنا من السنة الجديدة نتمنى للناس كلهم يا جماعة سنة رخاء سنة يعني سعيدة يعني نعبر من الأزمة الكبيرة نحن فيها اللي هي أزمة الوطن والتوفيق للجميع وإلى اللقاء في يعني ونسة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام إن شاء الله السلام عليكم شكرا جزيلا لك.